صباح الخير مشاهدينا، واهلا بيكم وحلقه جديده زي ما انتم متعودين من الحكم. بما ان احنا عملنا على مدار الفتره اللي فاتت عدد حلقات مرضي نوعا ما، فقررنا اننا ناخد التصريحات من كل الحلقات اللي فاتت على مدار شهرين ونناقشها مع ضيفنا النهارده بدل ما نجيب من الصحف، فاحنا كنا الاقرب ان احنا خدنا تصريحات على مدار شهرين. أسطورة من أساطير النادي الأهلي، 28 بطولة، الجوكر، الجندي المجهول، الاحترام، اللباقة، المدرب، الأخلاق، حكايات الزمن الجميل، كابتن أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هيكون هو الحكم على التصريحات والأخبار اللي فاتت في حلقتنا. صباح الخير. صباح الخير دلوقتي، صباح الخير دلوقتي بالليل. صباح الخير. أهلا وسهلا بيك يا مي، و كل سنة والإخوة المسيحيين بخير، كل سنة وكل الشعب وسلام. المصري بخير، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة رمضان، وإن شاء الله بقى الحظر اللي احنا موجودين. كل ما يقيل عنك يا كابتن، الأخلاق، رمز الأخلاق، المدرب، أكيد هتكلم عن تاريخك، يعني أكيد، وأنا عارفة إن أنت مقل الكلام، أنا عارفة، بس أكيد هتكلم عن تاريخك وهتكلم عن حاجات تصريحات أنت قلتها، بس النهاردة أنت الحكم. ليه؟ لأن حضرتك تاريخ وبطولات كتير، فقررنا إن احنا نعرض قبل رمضان، بما إن دي الحلقة الأخيرة قبل رمضان وهنغير سيستم البرنامج في رمضان، فقررنا إن احنا نعرض كل التصريحات اللي فاتت وأنت الحكم، أنت اللي هتحكم. جاهز؟ جاهز. أول تصريح كان من كابتن جمال عبد الحميد: الأهلي رماني عظم بعد إصابتي ولم يعالجني. ورد الحكم كان عليه، الحكم الأولاني بقى مش حضرتك: قلنا ما يقال يا كابتن أن النادي حجز لك في مستشفى السلام الدولي وتمت معالجتك. تشوف الفيديو الأول؟ ماشي. الفيديو يا جماعة. ومكسب النادي الأهلي ويتعور في الملعب، في التمرين كمان مش في الماتش، وبعدين يرموه سنه كامله، يرموه مش عايزينه. ما قرانا عنه ان انت رحت مستشفى السلام الدولي، مظبوط ولا لا؟ حجزوا لك جناح ليك ولعيلتك، صح؟ ما ردك؟ كابتن جمال طبعا لعيب كبير، خدم النادي الاهلي كتير، وايضا نادي الزمالك وزميلنا كتير، و يمكن انا السنه اللي اتصعدت فيها للفريق الاول هي السنه اللي هو اتصاب فيها. كنت حاضر الحادثه بالظبط. كنت في كنا عاملين تقسيمه في الملعب. هو طبعا كابتن جمال بيلعب قبلية من سنه تقريبا 77 78، انا طلعت 82، وكانت في هجمه وبينه وبين الكابتن اكرامي. والكابتن اكرامي وقع على رجله وحصل الاصابه، طبعا دي بتحصل احيانا في التدريبات. والنادي الاهلي اعتقد انه ناس كتير ردت انه كابتن جمال يعني تم علاجه، ولكن يمكن ظروف عودته كانت الموضوع كان طويل شويه، كانت فيها يعني لانه كان كسر مضاعف، كسر كان صعب جدا، وبيخبي وشه يا اما بيجري، لان العظمه اتقسمت نصين بالظبط، عظمه الساق السمانه يعني اللي هي العظمة القصبة يعني اتكسرت تماما، فكانت الإصابة صعبة. وأعتقد النادي الأهلي قام بالواجب، ولكن يمكن الموضوع كان طول شوية، فممكن يكون هو مش النادي الأهلي أهمل في علاجه، الأهلي أكيد قام بعلاجه، بس هو ممكن يكون التقدير خان الكابتن محمود الجوهري ساعتها، إنه شاف إنه الكابتن جمال ممكن ما يرجعش. وكان نزل يتمرن مع كابتن انور سلامه ورجع وكده، بس ما كانش خدت منه فتره طويله شويه، فالنادي الاهلي قرر انه يعني كابتن جمال يستغنى عنه في الموسم، وراح طبعا نادي الزمالك، ونادي الزمالك تالق فيه، وكان كابتن مصر في كاس العالم، ومن احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر. يعني نقول ان كلمه الاهلي رماني عظم دي غصب عنه، معلش هو هو ممكن يكون في يعني من ظروف الاصابه ممكن تكون خليته يقول كده، لكن كابتن جمال معروف انه اخلاقه كويسه، وراجل كابتن مصر في كاس العالم، وعمل انجازات كتيره مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك، فهو سوء تفاهم بس، او عدم تقدير ساعتها، مش في العلاج، العلاج تم، لكن او كانوا يعني انه جهز ولعب مع كابتن انور وسلامه في قطاع الناشئين،
ولكن ممكن يكون عدم تقدير شويه او احساس من الكابتن جارق خانه انه كابتن جمال ممكن ما يقدرش يرجع انه ما يكملش يلعب تاني، فهو تحمل على نفسه قدر يرجع ولعب بعديها مثلا فتره طويله من 83 84 بعد الاصابه لغايه لما اعتزل بعديها 7-8 سنين. فطبعا يعني بتحصل يعني. طيب التصريح الثاني، أيمن الكاشف قال في ماتش وكتب على تويتر الأهلي هو البابا، الحكم قال عملت جدل كبير والناس انتقدتك وما ينفعش انك تبدي اعجابك او حبك لفريق معين وانت بتعلق على جميع مباريات الدوري وجميع الفرق المصرية. نشوف الفيديو. هم في المباراة ديت او حاجة تعجبه او كلمة مرتبة بطريقة معينة تتقال في لحظة معينة، فهو زي ما قال على النادي الاهلي برضو قال على كل اندية مصر. فانا مش شايف ان دي حاجة يعني تعيبه، لكن طبيعة الحال انا بتكلم بصفة عامة اي حد بيشتغل في مجال يعني اعلام اتحاد كورة مهما كان انتمائه ايه مفروض بيبقى ده ما بيبانش في 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 اي مري او لفرقه اللي هو ما بيشجعهاش يعني، فده طبيعي بيحصل. لكن زي ما بقول لك انه الانتماء بيبقى مفروض جواك، مش بتكلم على التعليق، التعليق لازم بتقول كلام، لكن حتى انت لو مسؤول في اتحاد كوره، ما هو في مسؤولين مثلا في اتحاد الكوره بيبقوا زملكاويه فتره، في مسؤولين بيجوا اهلاويه فتره، رئيس اتحاد بيبقى اهلاوي فتره، رئيس اتحاد بيبقى زملكاوي، زي قناه الاهلي قناه الزمالك بيبقوا طبعا بطبيعه الحال انتمائهم معروف وبيوضحوا وجهه نظرهم. طب لو الاعلامي، طبيعي انه ايمن كاشف يقول كده، مش حاجه شاذه يعني. عايزه اقف عند الحته دي. طب لو الاعلامي بيجيب تصريح عن لسان الضيف، ماشي تصريح عن لسان الضيف دي ماشي، لكن انا بتكلم انه انا بتكلم عن ان هو باين ان هو متحيز. ما هو ممكن يجيب على لسان الضيف في موضوع يخص النادي ده، ومره مره ثانيه بيجيب فيما يخص النادي الاخر او انديه اخرى في مصر. ده احنا محتاجين نعرض بقى كل مره نعرض حلقات البرنامج كله. لا مش ضروري كل الحلقات، مش ضروري كل الحاجات اللي بتعرض في كل البرنامج في كل برنامج، لكن بصفة عامة مفروض كل العدالة تبقى موجودة يعني. أكيد. طيب هنخش على كابتن أحمد ناجي، قال عصام الحضري معجزة كروية وإن الشناوي هو رقم واحد في مصر حاليا. نشوف الفيديو. للسد كنت في لقاء مع كابتن بركات وسألته أنت إيه رأيك في أن الحضري لحد السنة ده بحارس مرمى، قال لي لو أنا المدرب بتاعه كنت نزلت جبته شعر وطلعته من الملعب. لا الحضري ده أنا بعتبره يعني معجزة معجزة حقيقية، لأنه أنا أول ما بدأت معاه الشغل كان والحدوتة دي حكيتها قبل كده، راح اشتكاني للكابتن صالح، وبطريقته بقى الكابتن صالح بيحكي لي انا رحمه الله عليه انه مش قادر ورجليه فيها رمله وانه مش قادر والكابتن ناجي موتني ومتعبني وحاجات اللي هو الشكوى. ايوه فبعد كده خد طبعا حصل له ادابتيشن يعني على الهارد وورك ده وبقى معاك يا كابتن. يعني هو طبيعي عصام الحضري يعني في حراس مرمى عظام جم في تاريخ مصر يعني كتير يعني بالنسبه للنادي الاهلي، في طبعا اكرامي وثابت الله يرحمه وشوبير وعادل هيكل، بالنسبه للزمالك في عادل مأمور وفي نادر السيد وناس كتيره جم، الانديه الاخرى في كابتن حسن علي في الترسانه وعرابي في الاتحاد، ويعني حراس كتيره جم عظام في تاريخ الكره المصريه، لكن ما فيش شك انه اللي حققه الحضري ما تحققش، وفعلا على الاقل في الفترة اللي احنا شفناها عشناها كلعيبة او زميلناه في الملعب، في انا زميلته سنتين او ثلاثة في فريق النادي الاهلي وبعد كده مرنته مع لما كنت مع الاجهزة الفنية في الفريق الاول، او لما شفته بعد كده وهو في منتخب مصر او الاندية اللي لعب فيها، هو افضل حارس تقريبا جه في تاريخ الكرة المصرية. وبالنسبة للشناوي انه رقم واحد دلوقتي ده حقه،
الشناوي ماشي بصوره كويسه جدا، بقاله اكتر من سنه ونص او سنتين سواء مع المنتخب المصري سواء مع النادي الاهلي، ده لا يمنع انه هو دلوقتي الحارس رقم واحد في مصر، لكن ده لا يمنع ان في حراس جيدين جدا في الكره المصريه. يعني توافقوا كلمه طبعا. ففي طبعا ابو جبل ماشي كويس جدا مع الزمالك، في المهدي والشناوي ماشيين كويس مع بيراميدز، في عامر مع الانتاج الحربي، في حراس كتير في الكره المصريه جيدين، ولكن الشناوي هو دلوقتي رقم واحد فعلا. طيب كابتن محمد عبد الجليل قال: رمضان صبحي لاعب كبير وصاحب شخصيه قويه واتمنى احترافه بالخارج. ممكن يا جماعه الفيديو سريع. على احسن ناشئ شفته في حياتي طلع رمضان صبحي. في حاجات كده انا بحكم فيها بعناية، في فرق بين المهاره، في واحد هداف وعمل ريكورد زي محمد صلاح، ده ما فيش مقارنه بالاثنين دول. ايه رايك في رمضان صبحي بما ان حضرتك قلت ان هو احسن؟ لا لعيب كبير. شخصيته كمان. يقرر البقاء في مصر ولا يحترف بره؟ لا يسافر. بس انت بتكلميني في حاجه انا مصلحه اللعيب، مصلحه مصر. نفسي 10 يتكرروا زي محمد صلاح. رمضان لو بنفس الستايل يقرر البقاء ام الرحيل؟ رمضان طبعا من افضل اللعيبه اللي طلعوا في الكره المصريه في الفتره الاخيره. نضج كتير جدا في الفتره بتاعه المنتخب الاولمبي وقبل اصابته مع النادي الاهلي، ويملك كل امكانيات اللاعب المحترف من قوه جسمانيه، مهاره، صناعه لعب. حتى دلوقتي كمان زادت في موضوع التهديف. 2016 في الفريق الاول في النادي الاهلي كنا تملي بنركز معاه في الحته ديت، اللي هي انه يروح يجيب جون وانه يروح يطمع على الجون، هي زادت معاه مع الخبره والسنه دي وضحت. فرمضان ليه هو اصلح له انه يحترف؟ لرمضان كرمضان بامكانياته ديت عنده القدره انه يحترف في انديه كبيره في العالم. بس هو يحافظ على انه يطور نفسه، ما يبقاش بس يملك كل امكانيات اللاعب المحترف من قوه جسمانيه، مهاره، صناعه لعب. حتى دلوقتي كمان زادت في موضوع التهديف. 2016 في الفريق الاول في النادي الاهلي كنا تملي بنركز معاه في الحته ديت، اللي هي انه يروح يجيب جون وانه يروح يطمع على الجون، هي زادت معاه مع الخبره والسنه دي وضحت. فرمضان ليه هو اصلح له انه يحترف؟ لرمضان كرمضان بامكانياته ديت عنده القدره انه يحترف في انديه كبيره في العالم. بس هو يحافظ على انه يطور نفسه، ما يبقاش بس معتمد على المهاره زي ما عمل في الفتره الاخيره. لكن طبعا بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى خساره انه رمضان يمشي، لكن المهاره زي ما عمل في الفتره الاخيره. لكن طبعا بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى خساره انه رمضان يمشي، لكن لشخص رمضان الاحتراف طبعا خارجي افضل. طيب كمان استاذ كابتن محمد عبد الجليل قال: منظومتي الاهلي والزمالك متساويه حاليا في الاداره والنظام داخل غرفه الملابس. الايه؟ قال ان منظومه الاهلي والزمالك متساويه حاليا في الاداره والنظام داخل غرفه الملابس. يعني انا ما اعرفش يعني داخل نادي الزمالك ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن النادي الاهلي عامه طوال تاريخه انه معروف انه عنده موضوع التنظيم دوت. هو كان بيتكلم بناء على ان هو كان في الاهلي والزمالك، فكان بيقول ان زمان كان ما كانتش النادي الزمالك زي دلوقتي، فدلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه ان المنظومتين متساويين. يعني الاثنين ماشيين بشكل كويس. النادي الاهلي الفتره الاخيره مع مستر فايلر عامل موسم كويس، ونتمنى انه يكمل في الدوري. كان ماشي بشكل كويس قوي بطوله افريقيا، اخر مباراتين مع صن داونز كان لاعب بشكل جيد وماشي بشكل كويس. ايضا مستر كارترون ماشي في نادي الزمالك كويس، فده ممكن يعكس الحاله اللي بتبقى يعني اللعيبه مع بعض او داخل غرف الملابس، انه خدوا بطولتين السوبر المصري الافريقي والسوبر المصري. فممكن يكون راي سليم. يعني ما اقدرش انا بقول لك، انا بحكم من النتائج اللي حاصله على الشاشه، لكن انا ما اعرفش داخليا فعلا ايه اللي بيحصل. يعني فهمك يا كابتن، حلو الراي ده. اه طيب كابتن عفة نصار قال:
ان جمهور الاهلي شعبيته اقل من جمهور الزمالك، وانه 30% رقي و90% رقي لنادي الزمالك. رقي ولا في الشعبيه كعدد؟ رقي. لا بصي، اولا هجاوب على سؤالين، ما هو سؤال في سؤالين. اولا موضوع الرقي ده كلام مش مظبوط، ده انا ما رضيتش ابتدي لك بيها الاول يعني. لا هقول لك ليه مش مظبوط. اولا الشعب المصري وحده واحده، الشعب المصري مش مختلف. اللي بيشجع الاهلي والزمالك او حتى الانديه الاخرى، وانا بتكلم على الاهلي والزمالك عشان اكبر شعبيه، هم خارجين من بلد واحده ومن قرى واحده ومن مدارس واحده ومن تعليم واحد، ومن يعني هتلاقي مثلا رؤساء جمهوريات جم اهلاويه او زملكاويه، هتلاقي سفراء ووزراء اهلاويه وزملكاويه، هتلاقي عامل في الشارع فنانين كبار اهلاويه وزملكاويه، هتلاقي فنانين اهلاويه وزملكاويه، هتلاقي. فاحنا نسيج واحد، ايه تتصنف ازاي؟ والعيله الواحده بتبقى عمك اهلاوي او خالتك او ولاد عمك او كده، والدك اهلاوي، والدتك زملكاويه. حتى انا بستغرب الناس اللي بتشتم في بعض، ده انت العيله بقى الواحد، الاسره الواحده، وكلنا في اسرنا كده. بتلاقي مثلا الاب اهلاوي والام زملكاويه، وابن مثلا او اتنين اهلاويه وواحد زملكاوي، وده يشتم يقول لك ده جمهور مثلا مش فا او لو مش عايز اقول الفاظ، ايوه فاهمك، او ما يفهموش او كده. طب اذا كان دي اسره واحده، طب أيوة. يعني ده انت كده بتشتم والدتك او كترديد. والدك او كترديد، هو مش فاهم الكلمه بيرددها. فاللي انا عايز اقوله ده ارقى من ده كلام مش مظبوط. مش مظبوط، لان احنا بلد واحده. ما اقول لك في الحي الواحد بتلاقي السوبر ماركت ده اهلاوي واللي لازق فيه على طول زملكاوي، والجار في العماره ده اهلاوي واللي جنبه زملكاوي، والناس اللي في القهوه كلهم. فاحنا نسيج واحد يعني. فدي ما دي مش اما في ان شعبيه الاهلي اقل، دي بقى صعبه قوي يعني طبعا ما فيش شك ان شعبيه الناديين كبيره جدا، ودي طبعا ما تغفلش عن اي حد سواء في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا. ولكن يعني الزملكاويه متاكدين وعارفين او اغلبهم انه اكيد شعبيه النادي الاهلي اكبر. دي ما تقللش من نادي الزمالك، بس ده واقع صعيد او الاليوبيه لغايه اخر حته في بحري، يمكن باستثناء هنقول بورسعيد والاسماعيليه والسويس، ودي هم اصلا هنجيلهم. لا ما انا بقول لك، بس دول اصلا ما بيشجعوش قوي الاهلي والزمالك، هم بيشجعوا فرقهم قوي حقيقي. وممكن يعني يحبوا حاجه، لكن مش حقيقي. لكن في معظم محافظات مصر اهلي وزمالك، الاهلي شعبيته اكبر. دي مش بقول لك مش تقليل في نادي الزمالك. احنا لو 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 بال لو عملت كده احصائيه عشوائيه، لو رحت في اي مجتمع مجموعه قاعدين في بعض، في وزاره، في مدرسه، في 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 قهوه، في بتاع، ومجموعه من 10 15 واحد، وسالتي هتلاقي مثلا 8 9 10 10 او 7 اهلاويه و3 زملكاويه، او 6 اهلاويه و4 زملكاويه. حتى في ماتشات الاهلي والزمالك لما الواحد بيكون قاعد في البيت، لا دي اخر حاجه عشان ما انا هرد عليها، هقول لك بس وكملي. لما بنبقى قاعدين في البيت وفي ماتش اهلي وزمالك، انا لو انا مش بتفرج على الماتش بعرف الاهلي جاب جون وبعرف الزمالك جاب جون من الصوت اللي في الشارع، من الصوت اقوى يعني باينه. فهي كلام انا مش مقتنع بيه، لانه هم انا متاكد ان ناس كتير من الزملكاويه نفسهم متاكدين ان جمهور النادي الاهلي اكبر. ودي بقول لك ما تعبش نادي الزمالك، النادي الاهلي نادي الزمالك شعبيته كبيره جدا وعلى عيننا وراسنا وتاريخ كبير، لكن فعلا شعبيه الاهلي اكبر. مكتفيه يا حكم بالرد ده. طيب مفيش برضو كابتن عفت نصار قال مفيش غير الاهلاويه اللي بينجحوا في انتخابات اتحاد الكرة، و99.9% من العاملين فيه أهلاوية. ردك؟ ما يعني أنا مش يعني مش عايز أقول إنه رد على عفة تحديدا ولا أي حد بيتكلم الكلام احنا ده، هو خبر يعتبر. ده مش مش مظبوط، لأنه في سنين كتيرة جدا هتلاقي نسبة الزملكاوية في الاتحاد أكتر، وفي سنين هتلاقي نسبة الأهلاوية في الاتحاد أكتر، وفي سنين نسبة من أندية أخرى، مش هقول أكتر، لكن في عدد من أندية. يعني الفترة اللي كان فيها كابتن
احمد شاكر وكابتن سياجي ومن المحله، واحمد شاكر من المنصوره، ويعني فئه من انديه اخرى كانوا موجودين في اعضاء في الاتحاد. فبرضه دي مش مقوله ما تقدريش تجزمي بيها. احيانا فعلا العدد في اتحاد الكوره ممكن من اعضاء مجلس الاداره يكونوا اكتر في الاهلي، واحيانا بيبقوا اكتر من الزمالك. اما العاملين برضه متغيرين. هو يعني هو قال يا كابتن 99.9% عاملين فيها اهلاويه ومحدش بينجح في الانتخابات. انا طبعا مش هقدر اعيد الحلقه، هي الحلقه موجوده على اليوتيوب. ماشي يعني هو طبعا ما اصل هجيبها 99% من فين؟ يعني 99% دي هجيبها من فين؟ كتير جدا مفيش حد في الاتحاد زملكاويه. لا ازاي ده مليانين زملكاويه في الاتحاد يعني. لا انا برد على ال 99. يعني انا اقصد لا موجود اهلي وموجود زمالك وموجود اخرى يعني انديه اخرى. طيب انا خلاص انا برضو مكتفيه بالرد يا حكم على ده. طيب كابتن طارق السيد، وكان في برضو جدال كبير جدا على ماتش 6-1 اوكي، فقال ما بينه وما بين كابتن رضا سيكا. كابتن رضا سيكا قال انه اللعيبه اتخزلت، كابتن طارق السيد قال لا اللعيبه ما اتخزلتش. ماتش مين؟ 6-1 ما بين الزمالك والاهلي. فكانت المواجهه ما بين كابتن طارق السيد وكابتن رضا سيكا. كابتن رضا سيكا قال ان اللعيبه اتخزلت علشان نخسر الماتش. كابتن طارق السيد قال لا، ليس ان الجيل الزمالك في الماتش ده ليس محطه اتهام، واتوفستر كان واثق جدا من الفوز، والمباراه الوحيده اللي قام فيها في تغيير طريقه اللعب. بصي هو يعني بعيد عن تصريح طارق ورضا، انا ما اعرفش يعني امورهم بينهم بين بعض كنادي الزمالك ايه، او في المباراه دي ايه، او اللي دار بينهم وبين مستر اوتوفيستر ايه. انا برضو كان ليا الشرف ان انا اكون في الجهاز مع مستر مارتن يول، مع مستر مانويل جوزيه، والكابتن مختار، والكابتن حسام البدري، والكابتن احمد ناجي. كنا جهاز النادي الاهلي 2001 في المباراه ديت اللي هي 6-1، وخالد بيبو طبعا جاب فيها 4 اهداف، مباراه شهيره. لكن هي مباراة لا كانت متوقعة بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم. ما فيش حد في الماتشات الكبيرة دي يتوقع ان النتيجة تبقى كبيرة كده. دي بتحصل عدد مرات قليل قوي في التاريخ. يعني انت لو يعني هتلاقيها ممكن تكون مرة مثلا حصلت. حتى مع الفرق العالمية النتائج الكبيرة قوي ديت ما بتتكررش، ولكن هي بتبقى ظروف ساعة المباراة في وقت المباراة. ممكن فرقتين متساويين جدا، هو انا بتكلم ولكن عن الظروف بتخدمك انك مثلا تجيب جونين صراع، فالفرقه أيوة يحصل فيها خلل، تقدري تجيبي اهداف تاني. فنتيجه المباراه باللي هي عدد الاهداف الكبير ده بيبقى نتيجه ظروف مباراه. لكن انا ما اعرفش هم الاحداث اللي حصلت بينهم. انا على الاراء المتضاربه واللي اتقال في الصحافه ان الكابتن طارق قال لا مفيش لعيبه تخزلت، كابتن رضا قال ان اللعيبه تخزلت علشان الاهلي يكسب الماتش والزمالك يخسر الماتش. لا يعني رد طارق هو الاقرب للمنطق، انه بيقول اللعيبه ما تخزلتش، لكن ما فيش حاجه اسمها اللعيبه اتخزلت عشان الاهلي يكسب، ما اعتقدش. يعني هو زي ما قلت لك ظروف مباراه، ظروف مباراه. في مباريات بتلاقيها متسهله من بدري وبتفتح. يعني ساعات جدا فرق كبيره زي ريال مدريد وبرشلونه بتلاقيه اتغلب 5 أو 6، بيبقى يوم كده ما بتعرفيش هو حصل ليه. زي مباراه الشهيره طبعا وكل الناس، البرازيل والمانيا في كاس العالم، وفي البرازيل المانيا كسبت 7-1. دي حاجه مش بسهوله تتكرر. هو ظروف المباراه فتحت الماتش مشي كده. طب بيبقى ايه سببها يا كابتن؟ نفسيه عند اللعيبه؟ نفسيه يعني ممكن تبقى فيها جزء، بس مش كل الجزء. زي ما انا قلت لك ممكن جدا بتبقى يوم المدرب بيبقى واثق انه مثلا هيكسب او هيأدي مباراه جيده، والمقابل المدير الفني الثاني او المدرب الثاني شايف انه هيعمل مباراه جيده. احداث المباراه يحصل مثلا، مش في المباراه دي انا بتكلم عن المباريات الثانيه، ممكن واحد يطرد في اول ثانيه تلخبط الفرقه، ممكن يتحسب ضربه جزاء في الدقيقه الاولى، ممكن هدفين يجولك في 3-4 دقائق ورا بعض يربكوا الفرقه الاخرى. هو ده. فاحداث بتحصل خلال المباراه. يعني ده موجود في كره القدم في العالم. يعني طيب كمدرب وعندك ماتش مهم
ما بين هدبتين زي الاهلي والزمالك وعندك لاعب مهم بس مصاب، هتخليه يلعب وهو مصاب؟ بصي، هو متوقفه على درجه الاصابه، يعني بمعنى كلنا كلاعيبه كوره ولاعيبه الكوره بتسمعني دلوقتي فاهمه الكلام دوت، والمدربين عارفين احيانا في لاعيب بيبقى مهم وجوده وانت معتمد عليه بشكل كبير، مش هنقول اصابه، اصل في فرق بين اصابه معوقه يعني ما تقدريش اصلا تلعب، يعني تلعب من البدايه، وفي حاجات تقدري تقولي ايه، ممكن مثلا اكون مجهد شويه في العضله، ممكن انكر رجلي يبقى لف مني فبنربطه بطريقه معينه عشان يقدر يلعب. أوكي. وده مش في كره القدم بس، في كل الالعاب ده بيحصل. لكن درجه الاصابه اللي هي تعيق، هي دي بقى ان انا ما اقدرش العب مثلا وخالص او فيها اصابه وهلعب، هلعب ازاي دي. لكن في عايز اقول بعض الاصابات اللي ممكن تعدي بتتغلبي عليها، آه. او اذا كان اجهاد، اجهاد ده بيبقى قربتي، يعني انت تعبانه وجسمك تعبان لدرجه ان ممكن تقربي انك تتصابي. لكن احيانا بالذات في بالذات انكل القدم والكلام ده، كتير قوي لعيبه الكوره وكل الناس عارفه الكلام ده، انه بيبقى انكل رجله ورم شويه، في التواء شويه، بيتربط بطريقه معينه وبيقدر يكمل. ممكن يا جماعه نشغل الفيديو اللي جاي؟ نقلا عن اليوم السابع، ما عملت زي احمد فتحي في الزمالك واخترت الانتماء ورفضت الفلوس. طب هقول لك على حاجه بجد، يعني انا مع احمد فتحي في القرار اللي خده. طب ازاي قلت بقى كده؟ ما اعرفش ان التصريح ده، ما اعرفش. ما اعرفش. طيب اللي انا عرفته وقت ما جالك التفاوض مع الاهلي انك طلبت رقم اعلى والاهلي رفض. ما حصلش وقت والله. بركات وتريك. والله ما حصلش، والله ما حصل. فلوس الاهلي والانتماء وعلشان نادي زمالك. وفي مقولة تانية بتقول انه اللي انا لسه قايلاه، انه ان انت طلبت رقم اعلى فالنادي الاهلي موافقش. وحتى لو انا، حتى لو انا طلبت فلوس اكتر مع ان الكلام ده ما حصلش، طبيعي ان انا اخد. طيب حتى لو انت طلبت رقم اعلى، بس مش ده ضد الانتماء يا كابتن طارق، وانت لسه بتقول انا بنتمي. برضو بقول حتى لو، وده ما حصلش. وانا بقول لك برضو حتى الكلام كله ماشي، انا قلت لك برضو في بدايه كلامي حتى لو. اقول لك الجمله دي وبعدين قول لي، عشان انا عارفه ان انا الفيديو ده يلخبط شويه. انا سالته سؤال عن تصريح عنه، هل انت ما انت يعني، هو قال ان هو مع قرار احمد فتحي، هو قال انا مع قرار احمد فتحي بالرحيل لبيراميدز، وبقيت الجمله انه لو كان اتعرض عليه زمان او ما اتعرض عليه عرض الاهلي هو ما وافقش وفضل الانتماء، وفي نفس الوقت هو مع قرار احمد فتحي. فانا سالته انت قلت انت ضد القرار، اي لا بالعكس انا مع القرار جدا، بس زمان لما اتعرض عليا كان زياده 500,000 انا ما وافقتش. وبعدين التصريح الثاني اللي قاله ان الاهلي ليس مثالي مع ابنائه، وحسام عاشور خير دليل. احنا كده ده سؤال لافت كتير قوي. لا بصي، مبدئيا الانتماء ده شيء مهم جدا، اكيد طبعا، وحب كلنا واحنا صغيرين، في حد بيحب الاهلي ونفسه يلعب في الاهلي، في حد بيحب الاسماعيلي وعايز يلعب في الاسماعيلي، في حد بيحب الزمالك وعايز يلعب في الزمالك. ده طبيعي في معظم الولاد الصغيره، لما تيجي تساليهم هتلاقيه بيحب فرقه معينه او نادي معين، ما بيبقاش همه في موضوع الفلوس والكلام دوت، لانه اولا ما بيلعبش اساسا عشان الناحيه الماليه، بيحب اساسا حب في اللعبه وحب في النادي اللي هو بيلعب له او اللي هو رايح له، ده الاساس. ولكن هو من بعد الاحتراف المفاهيم اتغيرت شويه، يعني احنا انا حضرت الجزء اللي كان كنا هواه، وحضرت الجزء بدايه الاحتراف، يعني من 82 ل 90 كنا هواه او قبل كده، ومن 90 ابتدى موضوع الاحتراف. معنى انه اطراف تفاوض، طالما في احتراف بتتفاوض طبيعي يبقى في اخذ ورد. ده برضو الناس لازم تفهم كده، مش معنى ان انا انتمائي لنادي معين او هوقف تفاوض ان انا هيتقال لي اي حاجه، طب شكرا وخلاص وامشي. لا، ده ما بيحصلش واقعيا، ده ما بيحصلش، يعني وخاصه
بعد تطور الاحتراف من 90 لغايه دلوقتي، يمكن في بدايات كان ممكن يحصل كده. طيب انا في حته هنا، معلش انا هقطعك يا كابتن. في حته عايز افهمها، هو قال انا مع قرار احمد فتحي بالرحيل، ولكن انا لما تعرض عليا ما رضيتش. ماشي، ما هو انا بص، انا جبت لك السؤال من بدايته عشان ادخل على النقطه دي. اوكي، فاللي انا اقصده التفاوض بين النادي واللاعب ده شيء طبيعي في الاحتراف، شيء طبيعي، مفيش حاجه اسمها النادي مثلا، وبالذات قلت لك بعد في الفترات اللي خلاص ابتدينا نخش على يعني الاحتراف بقى له من 90 داخلين، احنا 2020 بقى لنا 30 سنه اهو. طبيعي النادي هيقول قرش وانا هقول قرشين، والنادي هيقول كذا، كل حد بيشوف مصلحته من وجهه نظره في النقطه دي. في بقى النادي بيبقى عنده ميزانيات محدده وبيحط سعر معين للاعب من وجهة نظره مش قادر يتخطاه، لأنه النادي عنده حاجات كتيرة جدا بيرتبها على الميزانية بتاعت النادي. عنده لعيبة آخرين، عنده قطاع ناشئين، عنده ألعاب أخرى، عنده موظفين، بيحط رقم هو شايفه. أنا معاك، أنا مش عايز أتكلم على نقطة النادي، أنا عايز أتكلم عليه هو كلاعب، على 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 فكره أنت كلاعب بقى يا كابتن. أنت دلوقتي قلت أنا مع قرار الرحيل وليس الانتماء، اوكي؟ وبعدين جيت قلت شوية الارقام كانت اصغر بكتير، اللعيبه كانت معظمها او نسبه كبيره فيها متربيه في النادي وطالعه في النادي من صغرها، حتى دي ما بقتش موجوده، لانه اللعيب اللي بيطلع من النادي صغير دلوقتي ممكن بعد بيعمل عقد سنه سنتين ويمشي يحترف. الحكم سأله السؤال ده، ما انا لسه، ما انا بقول الحكم سأله السؤال بتاع الفلوس، قال لي 500,000، يعني ساعتها كانوا 5-6 مليون. لا 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 لا، بص الفلوس لا تقارن بين الوقت الحالي، ويمكن طارق عشان اصغر مننا فممكن يكون حضر ارقام شويه عاليه، لكن فرق كبير يعني. فاللي انا عايز اقوله انه ده لعيب، اللاعب قال كذا والنادي قال كذا حسب ظروفه في وقتنا، وحتى دلوقتي في نادي يعرض عليك كده، انا ما اقدرش ابعد عن النادي وممكن غير كتير هوافق بالنادي وصل لي، مش هقدر خلاص، انا لعبت 15 16 17 سنه في النادي فخلاص انا منتمي للنادي جدا وهتنازل عنه. لكن في لعيبه اخرين بيفكروا بالفكر الثاني، هو شايف انه مصلحته انه ياخد نواحي ماديه اكتر، لانه ما نعرفش ظروفه الشخصيه ايه، ما نعرفش حياته هو مرتبها ازاي، كل واحد حسب قراره. حتى جيلنا احنا لو في الوقت ده انا متاكد ان في لعيبه كانت هتوافق بالرقم اللي بيعرضه النادي، وفي لعيبه كانوا هياخدوا قرار احمد فتحي. فكلمه طارق ان انا زمان فضلت ولادي مع قرار احمد، هو ممكن يكون تفكيره اتغير بالسنين عامل الزمن، لان بقول لك الامور تختم في النادي اللي هي لعبت معاه طول عمرها. فاهم. طيب انا عايزه الفقره دي بتاعت الاسئله السريعه بتاعت الحلقات اللي فاتت اخلصها برد سريع، اوكي؟ او لا، تصرف شيكابالا ضد جمهور الاهلي في مباراه السوبر كان رد فعل لتنمر جمهور الاهلي عليه، ده من كابتن طارق السعيد. لا ما هو انت ما تقوليش لا او اصل لا او دي لازم هقول. طيب اولا شيكابالا كلاعب كوره انا من الناس اللي بحبه جدا، لعيب من اكتر المواهب اللي جت في طبعا تاريخ الكوره المصريه، ولو كان اهتم بنفسه اكتر من كده كان زمانه في مكانه قريبه من بتاعت محمد صلاح. انا مش يعني دي حقيقه، ولكن انا باخد على شيكابالا انه احيانا بينساق لبعض الجماهير، مفيش حاجه اسمها عشان بعض من الجماهير استفزتني فانا اخرج بره الشعور بتاعي لدرجه تسيء للمنظومه كلها. فدي خطا من شيكابالا، حتى لو بعض من جماهير الاهلي شتمت، ولو حصل على فكره، لو حصل جنب الاخر من حد من النادي الاهلي وجمهور بعض من جماهير الزمالك، لان مش بكل الناس اللي في الملعب بتبقى بتشتم، ده ممكن بيبقوا 7-8 حركوا 10 جنبهم وخلاص، مش الملعب كله. برضو احنا طول عمرنا نقول كده يا جماعه، وانت نازل مالكش دعوه بالجمهور، حتى لو ده حصل مع لعيب في الاهلي وعمل حاجه خارجه لجمهور الزمالك هنزعل منه جدا وهيتعاقب. يعني اللي شايفه في النادي الاهلي واللي انا عشت عليه هيتعاقب من حاجات كتيره. كابتن صالح سليم الله يرحمه كان ممكن يعاقب حد
وقبل ما اتحاد الكره يعاقبه، يعني عمل تصرف ممكن يعاقبه هو قبل ما اتحاد الكره ياخد قرار اصلا. فلازم اللعيب يبقى محتفظ باعصابه كويس جدا، ولازم يبقى مهيئ نفسه ان ممكن يحصل اي استفزاز، يحصل استفزاز. فطبعا لا، شيكابالا يوميها اخطا طبعا، بعض من زملائه قالوا ان ده عادي، دي رقصه بتحصل بره. لا معلش بقى، انا لا رقصه بتحصل بره. هل كل اللي بيعمله الاوروبيين او الامريكان او الغرب نعمله؟ طب ده بيعملوا حاجات، طب مثلا الرجاله هناك بتلبس حلقان، وهل ده يقبل في الشعب المصري ان تبقى مستفزه؟ احنا لينا طباعه شرقيه، انا اخد منه علم، انا اخد منه تطور، اخد منه تكنولوجيا، يتماشى مع حالي. لكن في حاجات ما اخدهاش منه عشان هم عملوا كده يبقى احنا هنعمل كده. لا طبعا ده مش رد منطقي يعني. طيب طيب كابتن محمود الجوهري زعل من لاعب علشان اهدى تي شيرت المنتخب اللي هو باسم مصر لحد في المكان الاقامه اللي كانوا نازلين فيه وقت ما كانوا بيلعبوا في ايران، وبعدين راح عشان يدور على تي شيرت تاني. انا هقول لك ده تصريح عن كابتن رضا سيكا. كابتن محمود الجوهري زعل مني بعد اهدائي تي شيرت المنتخب لعامل في الفندق باحد المعسكرات في ايران، ورحت وقت الماتش دورت على تي شيرت تاني عشان العب بيه، الجوهري خصم 5000 جنيه وقتها. ماشي، ده بيحصل. بصي، التيشيرتات بتاعت النادي او المنتخب احيانا قبل الماتش، انا اقول لك احيانا بيبقى عندك عدد تيشيرتات كبير، واحنا بنشوف في الدوري الاوروبي ممكن لعيب بيقلع التيشيرت ويرميه لان هو ممكن يكون عنده مصنع تيشيرتات جنبه، يعني عادي ده عندهم عادي. ممكن في بعض الاحيان في وقت معين، انا ما اعرفش الوقت الحدث فيه الحاله ايه، ممكن يكون متنبع عليهم يا جماعه احنا محتاجين او عايزين تيشيرتات، احنا مش جايبين. هو ما كانش معاه تيشيرت تاني، ما كانش فيه. ما انا بقول لك ممكن يكون احنا جايبين طقمين بس للمباراه ديت، فمحدش يتصرف في التيشيرت بتاع المنتخب، ممكن ده يحصل. فانا ما اعرفش الموضوع بالظبط ايه، ولكن ده ممكن يحصل ان مدرب يقسم من اللاعب عشان هو يعني يتصرف. خلي النظام او القوانين، خلي النظام. طبيعي ده. طيب هنروح نشوف الفيديو اللي جاي ونرجع. الفيديو يا جماعه ممكن الاسماعيلي بيزعل من الاهلي ليه؟ هو بيزعل من الكيان النادي الاهلي؟ هو بيزعل من لاعيبته، ما بيزعلش من قال ان جمهور الاسماعيلي كرهه للنادي الاهلي بسبب التحكيم. فالحكم رد ساعتها وقال ان لا، ان اللعيبه هي اللي بتهرب من النادي وتيجي للنادي الاهلي بحكم ان الكابتن قال اني كنت بتخفى واروح من ورا النادي عشان اقابل كابتن الخطيب. وسال سؤال، انا عارفه ان السؤال طويل، سال سؤال ليه النادي الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه والنادي الزمالك بيلعب؟ لا احنا طول عمرنا بنلعب في الاسماعيلي عادي جدا، وما انا خدت مباريات مع النادي الاهلي في الاسماعيلي، وياما كسبنا وياما اتغلبنا، ويعني كنا بنروح الاسماعيليه طول عمرنا، وطول عمرنا ماشي. في حصل بعض الفترات بعض المشاكل بين الجمهورين او كده، لكن علاقتنا بنادي الاسماعيلي جيده. واليوم ما يطلب من اتحاد الكره يطلب من النادي الاهلي او الامن انه النادي الاهلي يلعب في الاسماعيليه، النادي الاهلي يلعب طبيعي جدا، ما فيهوش اي مشكله، لان احنا طول عمرنا يعني انا الاحداث دي ممكن تكون حصلت في الفتره الاخيره اللي هي يعني ما بيلعبوش دلوقتي في الاسماعيليه، لكن طول عمرنا لما كنا بنتفرج على السبعينات، ولما انا لعبنا في الثمانينات والتسعينات والالفينات كنا بنروح الاسماعيليه عادي. طيب ردك انه قال ان كره الاسماعيلي بسبب الاهلي بسبب التحكيم. ما دي بصي يعني هنرجع تاني للنقطه دي، الاهلي بطولاته كتير قوي، يعني اذا حصل انه بعض المباريات في سنين طويله التحكيم اخطا في صالح النادي الاهلي، كل انديه مصر استفادت من اخطاء التحكيم في مباريات اخرى. انا مسكت انتاج الحربي في الدوري الممتاز، ومسكت اسوان، ومسكت طنطا، وكنت بروح العب مع فرق يعني اخرى، ممكن جدا الحكم
يخطا ضدي في مثلا مش بتكلم على النادي ده بالتحديد، بتكلم على انديه مصر عامه، مع الاسماعيلي مع المصري مع المقصه مع امبي مع، يعني ده بيحصل في الكوره موجود، بس هو النادي الاهلي عليه سبوت اكتر، الغلطه بتاعته بتبقى باينه اكتر لانه متشاف على طول. لكن احنا كتير جدا اتظلمنا من التحكيم سواء في مباريات مصريه يعني او مباريات دوليه، يعني انا بطولتين افريقيا خسرانينهم بالتحكيم، انا واحده في سنه 83 مع كوتوكو جون اوفسايد 100% خدوا ببطوله في الشبكه بايده والاهلي خسر بطوله افريقيا. شفت وهكذا في الدوري ايضا بيحصل في بعض المباريات، لكن مش ممكن ولا يعقل ان كل تاريخ النادي الاهلي الكبير دوت 41 دوري و36 كاس و8 افريقيا و4 ابطال دوري و4 سوبر وافرو اسيويه ونادي الثاني في يعني من عدد البطولات تقريبا في العالم ونادي القرن، مش ممكن هنختزل انجازات الاهلي دي كلها في انه التحكيم، ما اعتقدش يعني، ولكن تملي مش عارف اقول ايه، يعني تملي اللي هو بيبقى يعني في مكان اكبر هو اللي تملي يعني متشاف انه ممكن حد بيساعده. اصل انا النهارده مقرره ان انا ما اردش. انا سايباك انت اللي تتكلم. لا اصل في كلام ممكن يدخل العقل. فانا النهارده ماليش دعوه اهو. ماشي، وانا بقول لك في كلام ممكن الواحد يستوعبه، لكن ما تجيليش عايزه تلغي كل هذا الكم من البطولات انه او الماتشات انه اصله كان بيكسبها، ما اعتقدش يعني. ارجع اما موضوع اللعيبه هو المشكله، ودي نقطة خطيرة جدا، ودي خاصة بالأموال، وعشان كده الاستثمار في الكورة في مصر مهم جدا جدا جدا. النادي الإسماعيلي واضح إنه بيعاني ماديا، والدليل على كده إن هو في العشرة 15 سنة الأخيرة بيبيع عدد كبير من اللعيبة سواء هم بيرحلوا من نفسهم لأنه بيلاقوا أسعار أكبر في أندية أخرى زي الأهلي الزمالك أو يحترف بره أو كده أو بيراميدز دلوقتي، أو الإدارة نفسها بتلجأ لكده، أحيانا الإدارة هي اللي بتلجأ لكده عشان تساعد في الصرف على بقية اللعيبة يعني. ودي طبعا من المشاكل اللي موجودة عند النادي الإسماعيلي واضحة ومؤثرة عليه في الدوري العام في آخر 10 سنين أو كده، إحنا في أيام والزمالك على طول يعني اللي في ظهرهم أو بينافس، ولكن النواحي المادية طغت. واحنا شايفين دلوقتي النادي زي بيراميدز في خلال سنتين فتره قصيره خد لعيبه مهمين جدا ولعيبه دوليين ولعيبه خدهم حتى من انديه كبيره زي الاهلي والزمالك عشان موضوع الماده. فدي يعني موضوع الاستثمار في الكوره ده موضوع كبير قوي، وده مش مشكله الاسماعيلي بس، مشكله انديه كتيره اخرى يعني، وبالذات الشعبيه يعني. طيب انا بقى عشان الوقت معاك جري، انا عايز ارجع لك بقى. انت يا كابتن قلت رحلتي في عالم كره القدم بدات من شوارع المنيره. ايوه. وحبي للاهلي منعني من اللعب في القلعه البيضاء. مظبوط. هو حصل انا المنيره دي اللي هي بتاعت اللي هي السيده زينب او القصر العيني، يعني انا متربي هناك وعشان برضو الناس تبقى عارفه اتنين من اهم لعيبه نادي الزمالك في تاريخهم، كابتن حماده امام الله يرحمه. أيوة. كابتن فاروق جعفر يعني اخويا الكبير ويعني احنا على طول مع بعض، حتى النهارده الصبح كنا مع بعض، الظهر لسه شايفين بعض. تروحوا هناك دلوقتي؟ طبعا ما نقدرش لان الاهل وكده عايشين هناك فعلى طول موجودين. كابتن حماده فعلا كان خدني الله يرحمه، وقعد فتره في المنيره بس بعد كده يعني اتنقل يعني وجيت اتفرج عليا فعلا ووداني نادي الزمالك ويعني رحت وقبلت وكده، ولكن انا كان عندي ميل ان انا العب في النادي الاهلي، وعشان كده يعني رحت النادي الاهلي بعد كده فتره وانا عندي 19 او 18 سنه ولعبت واستمريت بقى مع النادي الاهلي، لكن ده لا يعني مع احترامي للنادي الزمالك وجماهيره ده النصيب وهي كانت ميولي كده وقتها يعني او انا اهلاوي بطبيعه الحال، بس
مشكلة أندية كتيرة أخرى يعني، وبالذات الشعبية يعني. طيب أنا بقى عشان الوقت معاك جري، أنا عايز أرجع لك بقى. أنت يا كابتن قلت رحلتي في عالم كرة القدم بدأت من شوارع المنيرة. أيوة. وحبي للأهلي منعني من اللعب في القلعة البيضاء. مظبوط. هو حصل، أنا المنيرة دي اللي هي بتاعت اللي هي السيدة زينب أو القصر العيني يعني، أنا متربي هناك، وعشان برضو الناس تبقى عارفة اتنين من أهم لعيبة نادي الزمالك في تاريخهم، كابتن حمادة إمام الله يرحمه. أيوة. كابتن فاروق جعفر. أيوة. يعني أخويا الكبير، ويعني إحنا على طول مع بعض، حتى بتروحوا يا كابتن دلوقتي؟ مع بعض الظهر لسه شايفين بعض. بتروحوا هناك دلوقتي؟ طبعا ما نقدرش، لأن الأهل وكده عايشين هناك فعلى طول موجودين. كابتن حمادة فعلا كان خدني الله يرحمه، هو قعد فتره في المنيره بس بعد كده يعني اتنقل يعني، وجيت اتفرج عليا فعلا ووداني نادي الزمالك، ويعني رحت وقبلت وكده، ولكن انا كان عندي ميل ان انا العب في النادي الاهلي، وعشان كده يعني رحت النادي الاهلي بعد كده فتره وانا عندي 19 او 18 سنه، ولعبت واستمريت بقى مع النادي الاهلي، لكن ده لا يعني مع احترامي للنادي الزمالك وجماهيره، ده النصيب، ده النصيب، وهي كانت ميولي كده وقتها يعني، او انا اهلاوي بطبيعه الحال يعني. اوكي. طيب انت قلت كان في ساحر في مباريات الاهلي وفي بطولات افريقيا، شفت لك لقاء كده قلت على السحر في بطولات افريقيا للاهلي. احكي لي حاجه. هو موضوع السحر والشعوذه وكده في افريقيا بيؤمنوا بيها كتير قوي، فحصل حاجات كتيره طبعا، وكل اللعيبه اللي لعبت في افريقيا تفهم عارفه الكلام ده، وبالذات كمان يمكن في السنين اللي قبل كده يعني. مثلا تلاقيهم يحفر مثلا في المرميين مثلا، ويحط حاجه ورقه كده. بتشوفوهم يا كابتن؟ ساعات بنشوف. الغانا دول كانوا اقوى فرقه في افريقيا مع النادي الاهلي والزمالك يعني. في واحده من المباريات كانوا بيلبسوا مناديل كده، مناديل بيضة وبيبقى فيها بودره، احنا مش عارفين البودره دي فيها ايه، بس هم نوع من دول جماهير ولا لعيبه؟ اللعيبه. ونوع من الارهاب النفسي يعني. أيوة. واحنا بنعدي عليهم يروحوا مفكين المناديل دي ويعملوها كده في الهواء في وشنا، فتلاقي بودره كده. حاجه نفسيه يعني، هم بيؤمنوا بالحاجات دي. تلاقي مثلا موضوع مثلا الخنازير والكلام ده، تلاقيه دبح لك مثلا خنزير وعلى باب الاوضه قبل ما تخش عشان يعمل لك تشوك كده يعني تقلقي. فطبعا اللعيبه من خبرات واللعب الكتير في افريقيا خلاص احنا الموضوع ده بالنسبه لنا ما بيبقاش مؤثر، بس هم بيؤمنوا بالموضوع ده شويه او عندهم في معتقداتهم يعني. ايوه. طيب قلت نمت من غير عشاء بسبب تعبان رضا عبد العال. دي حقيقه. كنا مع المنتخب يعني، هو مره عملها لي في النادي الاهلي ومره عملها لي في المنتخب. رضا كان غريب في الموضوع ده، ممكن يجيب لك تعبان ويحطه في اوضه اللبس في الدولاب يعني، الدولاب بتاع اللي عملها مع حسام وابراهيم قبل كده. انت تيجي تاخد الشورت والفانيلا تلاقي تعبان. رامز جلال في برضه في المختص في النادي الاهلي. لكن بتاعت العشاء دي كنا في المنتخب مع كابتن جوهري، اعتقد كنا في غانا باين يعني بلد افريقيه، وكلنا بقى جعانين بعد التدريب، وحد من الناس الكبار هناك عزمنا، وكلنا بقى ميتين من الجوع عايزين نروح ناكل. وهو كان بيربي بعض الحيوانات كده في جنينه كبيره، ومنها اللي هو التعبان اللي عارفاه اللي بيلعبوا بيه في السيرك ده، اللي هو العريض الكبير ده اللي بتلاقيه حد من السيرك بيطلع ومحطوط في بيت ازاز كده. فانا قاعدين على العشاء ولسه بقى لسه بنقول يا هادي، لقيت رضا ده شايل التعبان ده كده على كتفه وجاي وراح بيكتفني، رحت انا طبعا زقه وجاري وقعدت مستنيهم بره المطعم او المكان ده لغايه لما خلصوا عشاء. طبعا كلهم ماتوا عليا من الضحك، اللعيبه وكابتن جواري وما اتعشتش بقى، هم جابوا لي العشاء وهم ماشيين، عملوا لي كده حاجه وجابوها لي على كلامك. ما رجعتش.
على كلامك ده يا كابتن، ايه الفرق دلوقتي ما بين الكلام الحلو اللي بتحكيه واللي بيحصل دلوقتي ما بين اللعيبه؟ لا بص، هو الحياه شويه اختلفت في حاجات كتيره، في سلوكيات الناس في الطبيعه في الشارع في السوشيال ميديا في يعني هي السلوكيات اختلفت شويه، لكن كان بيحصل على فكره زمان برضو بعض المواقف نفس المناوشات دي. كان بيحصل، كان بيحصل. أوكي. ممكن ما تكونش بالشراسه دي، بس كان بيحصل في بعض مباريات الاهلي والزمالك او اهلي واسماعيلي او اهلي ومصري او مصري وزمالك او مصر، بيحصل بعض الحاجات، وبعض الجماهير ممكن تشتم، بعض اللعيبه ممكن يخرجوا عن الشعور او كده، ولكن طبعا ما كانش برضو بالحده بتاعت دلوقتي. انا اعتقد برضو موضوع السوشيال ميديا غزه الموضوع ده قوي، بقت تنمر قوي على البعض والكلام بقى الموضوع بقى اسهل، الموضوع بقى لا اصعب، انه بقى اسهل في التجريح. ففي بعض اللعيبه بينجرفوا لكده، عشان كده انا قلت على موضوع شيكابالا، المفروض اللعيبه بالذات اللي بحجم شيكابالا يبقى متماسك وعارف انه ياما الجمهور شتم ناس، ياما. انا فاكر مره كابتن الخطيب وكابتن حسن شحاته، كان حد كان بيشتم الكابتن حسن شحاته، كابتن خطيب قبل ما يسنطروا خد الكابتن حسن شحاته وراحوا حي جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، والناس هديت وسكت. كان بيحصل بعض الحاجات، او عكس، كان من جمهور الزمالك ممكن يشتم حد من جمهور الاهلي من لعيبه الاهلي او ولكن ما زي ما قلت لك ما كانش فيه الحده والشراسه دي، لكن اللعيبه علاقتها ببعض كويسه، والدليل انت هتلاقيهم في المنتخب مع بعض، هتلاقيهم في افراحهم بيعزموا بعض. أيوة. هتلاقي في عزا حد ده موجودين. هتلاقي في اعياد ميلاد تلاقيهم مصاحب يعني، فهي بس في ناس بتنجرف كده بطريقه شاذه. والغريب انه ممكن لو هو يقعد يراجع نفسه هيلاقي نفسه مع الوقت هيلاقي نفسه غلطان، انا عملت كده ليه؟ انا دي وجهه نظري يعني. بيحصل والبرنامج ده وراني حاجات كده، واثنين وثلاثه واربعه، والاستفاده من الخبره بتاعتك. نورتني في الحكم وكنت اجدع حكم. الله يخليكي، شكرا يا مي ليكي، وتاني كل سنه والشعب المصري كله بخير، وانا سعيد بوجودي معاكي في الحلقه. وحضرتك بالف خير. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا المثير للجدل ونرجع. أهلي ناشئين يونان، زمالك مصري، دجلة أسيوطي، نجوم مستقبل، ولكن لأين ينتمي وما هو انتمائه؟ كابتن ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كابتن احمد مجدي منورني. ربنا يخليك. يعني أهلي يونان، زمالك مصري، دجلة أسيوطي، نجوم مستقبل، ولكن انتقادك الدائم للنادي الأهلي في تويتاتك او معظم آرائك، هل علشان أصدقائك بالنادي الأهلي أم الصحوبية بتدي لك أنك تدي رأيك في الأندية الأخرى أو النادي الأهلي، وخصوصا أن أنت لعبت في الأهلي واليونان والزمالك والمصري ودجلة كل الكم ده، ولكن كل أراءك وتصريحاتك عن النادي الأهلي هل هو حب أم كره؟ لا أنا دلوقتي أنا ما بطلت كورة، دلوقتي أنا بحلل، عندي قناة على اليوتيوب وبحلل. بتحلل الأهلي بس؟ لا بحلل الزمالك وبحلل في أوروبا وبحلل الأهلي بأي حاجة بتكلم فيها، عامة بتكلم في أي حاجة عامة. أنت عارف أنا جايبة لك كام خبر عن الأهلي وعن لعيبة الأهلي وعن أحمد فتحي وعن عاشور عارف كام خبر؟ أي الأخبار كلها أنا موجود تماما. فوق ال 12 13 خبر في أسبوع أو في يعني في نفس الشهر. انا بشوف حاجه معينه فمثلا حاجه حصلت معايا وانا صغير في النادي الاهلي فبشوفها، مثلا موضوع زي عصام عاشور، انا شايفه ان النادي الاهلي طبعا ما ينفعش يحصل الكلام ده مع عصام عاشور، ولو في الزمالك هقول على نفس الكلام. بعد عصام عاشور واخد اكبر عدد بطولات في النادي الاهلي، وحسام يعني حسام خلي بالك، حسام مش من ابناء النادي الاهلي. في ناس كده ما تعرفش الموضوع ده. انا بص انا هاجي، انا مش عايز اسبق الاحداث، انت عندك تصريحات كتير جميله بس مش عايز اسبق الاحداث لحد ما اوصل لعاشور. اوكي هبتدي واحده واحده ماشي.
انتمائي للزمالك وليس الاهلي، وقضيت اسوأ سنه في حياتي مع وادي دجله، مع ان انت قعدت في الاهلي 8 سنين وثلاث سنين ونص في الزمالك، فانت قلت انتمائي. دي تكلمي انا مشيت ازاي، مشيت من النادي الاهلي ازاي. اول مشكله حضرتك في النادي الاهلي، انا من الناس اللي هي كانت مفروض اربع خمس لعيبه موجودين في النادي الاهلي هم الطب في الناشئين، كنت انا وحسام عاشور، عبد الله جلال، احمد سمير فرج، كنا اكبر يعني اكتر اربعه موجودين في النادي الاهلي مبشرين في النادي الاهلي. وانا صعدت في النادي الاهلي وانا صغير عندي 16 سنه فريق اول مع جوزيه، قعدت فتره بعد كده نزلت وبعد كده طلعت تاني. فلما جيت رحت كسافرت كاس العالم، لعبنا كاس العالم ناشئين ورجعت، جالي كذا عقد احتراف موجود يعني اللي انا امشي والكلام ده كله. فانا قعدت سنتين في النادي الاهلي مع جوزيه بتمرن وما خدتش فرصه. الماتش الوحيد اللي كنت العبه كان كاس مصر مع ضد انبي، وجالي غضروف قبلها بالاهلي. بعد كده يجي مثلا قال عاوز يجدد لك عقدك، او مش يجدد لك عقد، بيعمل لك عقد جديد ب 12000 جنيه في السنه مده خمس سنين، وانت ما بتلعبش، الوضع مش واضح بالنسبه لك. تيجي مثلا هيطلب بعد كده منك تطلع اعاره في حتت معينه، اعاره موجهه لانديه معينه، فانت ما فيش مستقبل واضح بالنسبه لك. فالطبيعي ان انت لما تيجي خدت القرار، لما جالي موضوع اليونان سافرت. ده اللي حصل معايا في النادي الاهلي، يعني هو ده اللي حصل معايا في النادي الاهلي. والناحيه الثانيه كان بيجيب لعيبه اكبر، يعني لعيبه بتبقى جايه من انديه بره النادي الاهلي. يعني ده سر كلمه ان انت انتمائي للزمالك وليس للاهلي؟ لا انا بشرح لك النادي الاهلي الاول. نادي الزمالك لعبت فيه اربع سنين بس شهرتي كلها خدتها في نادي الزمالك، حبيت الناس في نادي الزمالك، الجمهور حبني، خلاص بقيت يعني لما جيت بعد ما بطلت كوره او بعد ما مشيت من نادي الزمالك، لا الزمالك اثر فيا جامد. يعني اثر، بقيت انا الوضع بالنسبه لي لا نادي الزمالك مش النادي الاهلي. عشان كده قلت الانتمائي فعلا، لان الناس كلها فاكره اللي انا قعدت يعني او عارفين ان انا قعدت 8 سنين في النادي الاهلي. فطبيعي لما قعدت 3 سنين في نادي الزمالك وقعدت 8 سنين في النادي الاهلي يبقى انتمائي للنادي الاهلي. لكن لما بقول لك انا انتمائي لنادي الزمالك دلوقتي حاليا في الوضع الحالي يعني. طيب قلت فايلر الامر الناهي، الامر الناهي في قرارات الاهلي، ده الصحيح. النادي الاهلي عامه بيدي القرار او بيبقى صاحب القرار هو النادي الاهلي والمدير الفني، ودي حاجه وحشه؟ لا حاجه كويسه طبعا. طبعا. ولكن بصي لازم يعني برضه هرجعك موضوع، يعني انا مثلا المثال اللي انا هضربه لك بتاع حسام عاشور، في اوقات المدير الفني رقم واحد في كل حاجه، ولكن في اولاد للنادي الاهلي او في ناس ادت للنادي الاهلي او في لازم النادي ليه الرونق بتاعه اللي هو يحافظ على اللعبه بتاعته. مش معنى ان فايلر قال مش حاسس حسام عاشور، ليه ماسك في موضوع عاشور؟ لان انا عارف حسام عاشور كويس قوي وعارف هو قد ايه في النادي الاهلي. وكلمت على ايه ثانيه؟ انا لسه هقول وعبد الله السعيد وفتحي ومحمد صلاح وناس كتير في بس حسام عاشور. عشان انا حسام عاشور انا معايا واحنا صغيرين في النادي الاهلي. يعني حسام عاشور على فكره اقول لك اللي مع الناس ما تعرفوش ان هو مش ابن من ابناء النادي الاهلي. حسام عاشور جه لعب سنه واحده في الناشئين وطلع فريق اول. فحسام انا عارف قد ايه ادى للنادي الاهلي ومضى معانا مضى، انا ما مضيش العقد ده لكن حسام عاشور مضى العقد ده. ايوه بس عاشور مش محتاج محامي يعني. لا مش محامي حسام. حسام انا اتصدمت في الطريقه نفسها اللي مش على فكره حق النادي الاهلي هو ما يجددش حسام عاشور، مفيش مشكله. ولكن انت لما تيجي قائد تاريخي للنادي الاهلي الطبيعي ان انت تروحي تقعدي معاه تقول له انا مش هجدد لك، ولا تبقى متفق مع حتى السيناريو معاه من شهرين ثلاثة. طب انا عايزه بس افهم حاجه، انت كنت قاعد في القعده دي؟ يعني انت كنت قاعد في الميتنج ده فتقال لك او حضرت الميتنج ده ان هو اتقال له مثلا مره واحده وحصل كده؟ اتقال له مره. انت كنت قاعد في الميتنج؟ انا عارف، انا عارف، انا بقول لك انا عارف انا اتصل بحسام عاشور، انا عارف. يعني حسام عاشور بيطلع يعني انت بيطلع مصر، مصر مصر كلها عارفه ان حسام عاشور كان رايح. هو نفسه طلع اتكلم قال لك انا كنت رايح على اساس ان انا هشوف هجدد قد ايه في النادي الاهلي، هاخد سنه سنتين الكلام ده كله. طب وايه المشكله؟ انا بس عايزه افهم حاجه، ايه المشكله ان النادي ما جددش؟ يعني مثلا لو هو ما بيلعبش مش هي دي المشكله. ايه المشكله؟ المشكله من وجهه نظري ان النادي يدي فرص الاهلي لازم يقعد مع حسام عاشور قبلها بشهرين على الاقل ثلاثه ويتفق معاه على السيناريو اللي يحصل. طب انا عايزه اسالك حاجه يا كابتن احمد، انت بناء على ايه بتحاسب النادي الاهلي؟ انا ما حاسبش، انا بقول ده رايي الشخصي، ده رايي الشخصي ان حسام عاشور كان يحصل معاه كذا وكذا وكذا، ما بحاسبش حد. النادي الاهلي في الاخر عاوز يجدد لحسام عاشور يجدد له، ولا انا رايي هيفرق النادي طيب. الاهلي او لا انا هجيب لك حاجه ثانيه. لا سيبيني بس اكمل، سيبيني اكمل الحته دي، ما هي بنفس الموضوع. سيبيني اكمل بس الحته دي، لا لا سيبيني بس اكمل الحته بتاعه ان انت حسام غالي لما جه بطل في النادي الاهلي اتعمل له مؤتمر صحفي واتفق مع النادي الاهلي ان هو ده اخر سنه بالنسبه له واتكرم وطلع بالشكل ده. طب ما هو النادي الاهلي قال لعاشور نفس الكلام انه هيتعمل له ماتش اعتزال وهيبقى ليه دور في ده حاجات هايله. انا بتكلم على الطريقه، ثانيه واحده، وهيبقى ليه دور في النادي ودور في القناه اعلامي وحاجه لطيفه جدا. كان لازم الاثنين يطلعوا بالاتفاق مع بعض.
ده اللي كان قصدي. الاثنين مع اتفاق مع بعض يعني عمل مؤتمر صحفي مع حسام عاشور. حسام عاشور احنا اتكلمنا مع حسام عاشور واتفقنا ان حسام عاشور هيبطل السنه دي وهيحصل له كذا وكذا وكذا وكذا. هو ده التغيير. طيب الاول من جزء انا عايز لنفس النقطه دي قلت كمان انا لو مكان اداره الزمالك والاهلي لازم اجدد لكارتيرانو وفايلر ونشوف بنظره مستقبليه مش حسب الاحداث. الاثنين طوروا كتير للنادي. دي اول حاجه من التويته. كارتيرون بطولتين في اسبوع وبطوله لسه بينافس فيها. فايلر طور اداء الاهلي بشكل رهيب واعتقد قدر يحسم الدوري بشكل كبير ولسه بينافس في بطوله اخرى. طب يعني انت مساند لاراء فايلر؟ ايوه انا ما قلتش فايلر وحش. انا بتكلم ان في اوقات فايلر مش انت معنا واحد قعد في النادي الاهلي 15 20 سنه فايلر قال انا مش عاوزه يبقى خلاص يلا يا جماعه اتكل على الله. في لعيبه معينه لكن لعيبه تانية لا عادي يعني. في لعيبه كده بتبقى ليها تاريخ في النادي واحد واخد اكبر بطولات في النادي. عايز افهم هو برده هنعيد الكلام تاني ان هو اتقال ان هو اتقال انه في ماتش اعتزالي وفي هيبقى ليه مكان في النادي وليه مكان في القناه ومش كل اللاعبين بيجي لهم فرصه ان هم يبقوا مذيعين بعد ما بيبطلوا كوره. انا مع النادي الاهلي جدا في القرارات اللي هو خدها في الحاجات اللي عرضها على النادي على حسام عاشور. انا معاها جدا 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 ومش مانع فيها خالص. لكن برضو طريقه الالقاء على الموضوع لحسام عاشور ما كانش هي الطريقه الانسب. ده وجهه نظر شخصيه. لكن فايلر طور اداء النادي الاهلي طبعا. عمل شكل النادي الاهلي في وقت قصير جدا جدا جدا. خلى فيه منافسه ما فيش لعيب ضامن مركزه. الناس كلها بتلعب وعامل نتائج كويسه جدا جدا في الدوري المصري وفي افريقيا. فهو طور طور. لكن انا بتكلم اداره النادي الاهلي او النادي الاهلي الحته بتاعت الفايلر يقول كل حاجه في الحاجات الفنيه ما فيش مشكله خالص. لكن ممكن حاجه تريكه واحده او لعيب واحد ممكن النادي الاهلي يقدر يتكلم مع فايلر فيه. طيب انا عايزه بس اقول لك على حاجه يعني كده كده اصلا حسام عاشور ما قررش الاعتزال او ما اعلنش فازاي هيعملوا مؤتمر صحفي قبليها. لو كان قاعد مع حسام واقنعه بالكلام ده مش في وقت اللي انت رايح تجدد. ده اللي بتكلم فيه. انت لو انا مثلا انا خلاص انا واخد النادي الاهلي واخد قرار اللي هو مش هيجدد لحسام عاشور. حسام قبليها بفتره تعالى اقعد معايا حسام. انا بتكلم على المؤتمر الصحفي. هو ايوه ما بقول لك ان يتفق مع حسام ان انت هتبطل. انا بقول لك يتفق مع حسام. احنا ما نعرفش الكواليس على فكره برضو. ولا أنا ولا انت نعرف كواليس. لا زي ما انت بتقولي مؤتمر صحفي ما هو ما طلعش يعني. حسام قالوا له انت تعمل كذا وكذا المؤتمر. انا برد على حته المؤتمر كمؤتمر صحفي. هو ما طلعش على لسانه ان هو اعتزل عشان يعملوا له مؤتمر. انا بقول لك لو اتفقوا معاه وقعدوا معاه وقالوا له حسام انت هتبطل وهتعمل كذا وكذا وكذا بالاتفاق مع بعض، حسام وافق يطلعوا يعملوا مؤتمر صحفي ويتكلموا في الكلام ده قبل لما حسام عاشور اصلا يجي يقعد قعده تجديد. انت بتتكلم على المؤتمر مش موافق حسام على اللي انت تبطل خلاص الموضوع انتهى. لا برضو انت توهتني يا كابتن. انا بكلمك في حته مؤتمر دي على حته. طب افهميني بس افهميني. انا بتكلم انا دلوقتي حسام عاشور قاعد معايا النهارده وقلت له حسام انت مش هتجدد. وانا واخد القرار ده من فتره صح وانا غلطان؟ النادي الاهلي واخد القرار ده من فتره. طيب انا لو واخد القرار ده من فتره مثلا من قبلها بشهرين ثلاثه ما جبتش ليه حسام عاشور وقعدت معاه قلت له تقول له حسام ان الراجل مش هيجدد لك. الراجل عاوزك مش موجود في النادي. طيب وليه ما انتقدتش نادي الزمالك؟ في ايه؟ محمد ابراهيم مشي ازاي من نادي الزمالك؟ مش كويس طبعا. طيب ليه ما شفتكش كتبت عن الكلام ده؟ ممكن كنت كتبت بس من فترة. لا 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 جايبين لك تويتات من 2018. ممكن لا انا كلمت على فكره لو من بدري كمان شويه كلمت ان محمد ابراهيم يعني شايفاك متحامل. لا 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 شايفاك متحامل على محمد ابراهيم لعيب بيتظلم وفي عنده مشاكل مع الاداره ولازم الموضوع يتحل في اسرع وقت ممكن لان محمد ابراهيم لعيب مهم ده من فتره كبيره من حوالي 2017 لما كان عنده اول مشاكل حصل مع اداره نادي الزمالك واتكلمت فيها قبل كده. لا لا اي حاجه بص اي حاجه ما بتعجبنيش في اي حته سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او اي حته بتكلم فيها ما بيقلقنيش حاجه. بص الناس بترد عليك بتقول لك ايه يعني الناس ردا على كابتن مجدي اهو انه ان في كواليس احنا ما نعرفهاش. هو بيقول لك ان لمده شهرين اثناء التدريب يعني ان هو انه في كلام مع عاشور واتكلم. لا لا ما طلعش الكلام. حسام عاشور نفسه ما طلعش اتكلم. حسام عاشور طلع قال لك انا كنت رايح قعده التجديد عشان اشوف انا هجدد قد ايه في النادي الاهلي. فوجئت ان النادي الاهلي بيقول لي انت هتبطل. طيب ما كان في ضغط مباريات الوقت ده ولا لا؟ اكيد في ضغط مباريات. طيب ما هو ما كانوش عارفين يقعدوا مع بعض يتكلموا. بس هو كان عارف. ما هو انت مين؟ انت بتعاملي مين برضه؟ انا في الاخر بقول رايي الشخصي. انا بقول رايي طيب الشخصي. انا بقول لك ما بقولش انا ما بهاجمش على الاكونت وعلى تصريحاتك. ما لقيتش ولا حاجه عن موضوع محمد ابراهيم. لا لا بنتكلم عن محمد ابراهيم مثلا 2017 اول حصل اول مشاكل مع محمد ابراهيم في النادي الزمالك اما محمد ابراهيم كان نفسيته تعبانه وكان على طول بيحصل مشاكل وكان في مشاكل باداره نادي الزمالك. طلعت قلت اتكلمت قلت ان محمد ابراهيم لعيب مهم في نادي الزمالك وان حرام نخسره بسبب المشاكل اللي مع الاداره. قلت الكلام ده وانا فاكر كويس جدا. طيب عبد الله جمعه لاعب صغير يجب تقويمه وكهربا لن تسمع له صوتا في حاله واحده.
قولي تاني فين ده؟ موقع بطولات. قلت عبد الله جمعه لاعب صغير يجب تقويمه، وكهرباء لن تسمع له صوتا في حاله واحده. ما كملوش الحاله. ده العنوان اللي عندي. لا بص، عبد الله جمعه طبعا لعيب صغير. اما حصل مشاكل في مباراه السوبر كان لازم صغير كسنا يعني. صغير سنا. لازم يقوم، ممكن هو التفكير بتاعه خلاه يعمل كده، فلسه صغير في السن، فلازم يقوم وياخد عقوبه على اللي حصل. الناحيه الثانيه كهرباء، قلت على موضوع اللي هو الخصم، موضوع الايقاف بتاعه لاخر الموسم، قلت لو كهرباء اتخصم منه مبلغ كبير من عقده، اللعيب بيوجعه الفلوس اكتر ما بتوجعه اللي هو العقوبه اللي انت الايقاف. في لعيبه مش في دماغها حاجه يقول لك انا مش مشكله اما اوقف بس باخد فلوسي، فما فيش مشكله بالنسبه لي. لكن لو اتقرص بالفلوس اللي هو يعني اتخصم منه مبلغ كبير من عقده، ساعتها مش هيحصل مشكله تاني. ده بس شايفاك متحامل على جنب معين. طيب قلت كمان الاهلي لا يوجد به الشق الانساني. قلت الشق الانساني بمعنى يعني اما انا ما بقول لك اما انا اما جيت امشي او جيت موجود النادي الاهلي شويه عن الزمالك، الزمالك عنده الشق الانساني شويه. اما جيت امشي مثلا من نادي الزمالك بعد فتره قد 3 سنين، بدل ما الناس مثلا يعني كنا نسمع على طول مثلا النادي مثلا يقول لك لا لازم تجيب لي مبلغ كذا ولازم تجيب لي كذا ولازم اوديك في النادي كذا والكلام ده كله، لا انا مشيت من نادي الزمالك الناس سمعت معايا قالوا لي النادي اللي انت عاوزه هتروحه، مفيش مشكله عندك خالص وبتاع وبالمبلغ اللي هيجي والكلام ده كله، والناس يعتبروا كرموني. لما جيت امشي من النادي الاهلي او اما اروح النادي الاهلي عندهم شويه حته اللي مفيش، هو اللي احنا عاوزينه يا مفيش يعني يا تعمل كده. يعني انت بتقول ان النادي الاهلي ديكتاتوري؟ لا يعني في حاجات مثلا في حتت مثلا اعاره معينه. مثلا ما جينا واحنا صغيرين جينا اعاره بتروح نادي معين يعني. مثلا الانديه ما بتنافسش الكلام ده كله، فبتروح يا تروح يا مش يا هتقعد، فاهم ازاي؟ فعندهم هو مصلحه النادي الاهلي هي يعني احترافيه اكبر شويه، عندهم النادي الاهلي احترافيه اكبر، بيشوف هو مصلحه النادي الاهلي فين فقط لا غير، بعيد عن المشاعر الانسانيه وبيعملها. طب ما دي حاجه دي حاجه كويسه، مش كويسة حاجه بس مش حاجه في كل اوقات، مش في كل اوقات، في اوقات بتبقى ممكن سنة بكبر بكبر مكان بكبر كيان بكبر حاجه بكبر منظومه. معاك مليون في المية لو انا همشي وكل الحاجات كده، لكن لازم يبقى في حاجات انسانيه يعني. ممكن تتنازل عن حاجه، عن مثلا ساعات مثلا اقول لك مثلا انا جاي لي عرض بكذا مثلا ب 10 مليون جنيه، لو جاي 8 و7 وهو عاوزين يمشوني، او هي دي الحاجه الانسانيه، ممكن امشي يسيبوني عشان امشي. أيوة، مش مصلحه بس. هسألك سؤال يا كابتن، هو في انسانيه في البيزنس؟ طبعا. لا لا طبعا لا. ومين قال هو ده بيزنس بس؟ هو احنا بيزنس مش بني ادمين يعني انت مفيش ناس بتدخل اولادها مدارس كوره؟ أيوة. من دلوقتي مش ليه؟ فهماني. مش عشان يطلع لعيب كبير ومشهور. انا بتكلم على حته الانسانيه مثلا في ايه؟ في مثلا الحاجه على طول هم على طول باصين لمصلحه النادي رقم واحد، بعد كده مصلحه اللعيب، فاهم قصدي ايه؟ ساعات في يعني اقول لك الزمالك مثلا بجيت امشي بصوا لمصلحتي ما بصوش لمصلحه النادي. ودي على فكره بتاعت النادي الاهلي دي فيها احترافيه، انا ما قلتش لا، فيها احترافيه ولكن مش طول الوقت يعني. انا ما عرفتش من كل النوادي دي انت انتمائك لمين؟ الزمالك؟ الزمالك. اوكي. طيب كتبت على تويتر كده ودي موضحه لي اسباب هجوم كتير، قلت ازاي تعمل علاقات من غير ما تكون انتهازي وطبال؟ هو المجال بتاعنا عامه، ده المجال بتاع الكوره عامه، مجال الكوره لازم تكون على طول وانت في كل حته، في الحته دي مش بس الكوره، المجال بقى اللي عشان اعرفه يعني انا متربي فيه وعايش فيه على طول باستمرار، فهي دي المجال بتاعنا عاوز كده. بس العالمي رد عليك رد حلو قوي. قال لك ايه؟ تبقى جامد في شغلك ودراستك الناس كلها تجري وراك. رديت انا قلت له ايه بقى؟ ما كملتيش انت الرد. لا ما انا بقول لك اهو، ما انا رديت قلت له انت قلت له يعني بتمشي، قلت له هي بتمشي كده؟ قال لي لا، لو عاوز توصل بسرعه شيل الشنط. شيل شنط. هاجمت مين من اللعيبه في التويته دي؟ لا مش لعيبه خالص. كان قصدك مين؟ لا 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 مش لعيبه خالص، هو اللعيبه بتعمل حاجه. لا لا مش لعيبه خالص، هي عامه انا عامه العلاقات بتاعتي قليله جدا في المجال جدا. ورحت درست في انجلترا تدريب والكلام ده كله، ومسكت في الزمالك ومسكت في سموحه، فانا الموضوع العلاقات ده بالنسبه لي عامل لي مشكله كبيره جدا. فهنا في مصر انت عشان تمشي وتظبط نفسك وتشتغل والكلام ده كله وتبقى كل حاجه تمام لازم يبقى عندك علاقات. فانت العلاقات دي للاسف في مصر ما بتمشيش يعني، او الشغل ما بيمشيش انت راجل بروفيشنال عشان الدنيا تمشي. مش شرط. لا انا من وجهه نظري، انا من وجهه نظري كده، وانا بكتب، انا اللي بكتب على فكره في الاكونت، فانا دي وجهه نظري. انا عارفه ان دي وجهه نظرك، بس انت ممكن بالنسبه لك مش شرط، انت شايفه كده. انا بس عشان ايه بفكر معاك في كذا حاجه، يعني مش شرط ان ده يبقى في كل حته، لانه في كل حته فيها الوحش 90% وفيها الحلو. حلو 90%.
انت متشائم، دي حاجه لا بتاعتك. انا بقول لك 90% من المجال بتاعنا، وانت ممكن مش عارفه المجال. انا بقول لك انا لعبت في المجال بقى من وانا عندي 10 سنين. لا انا بتكلم على 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 كل حاجه، كل حاجه فيها كده. ما قلتش حاجه، بس انا بقول لك انا بتكلم على المجال الشخصي بتاعي. طيب اللي بشتغل فيه. انا عاوز ارجع لمهاجمتك للاهلي، وان هو ما عندوش انسانيات وما عندوش وجود. دي مش مهاجمه. مين قال لك دي مهاجمه؟ انت برضو انت واخده مهاجمه ليه؟ سيبني بس اكمل بقيه السؤال ماشي، او نقد، بلاش مهاجمه، بلاش كلمه مهاجمه، نقد. ان انت قلت، انت قارنت، مش عملت مقارنه من شويه، ان نادي الزمالك ما فيهوش كده، لكن النادي الاهلي ما عندوش انسانيات وما بيفكرش غير في مصلحته وما بيفكرش، وقلت لك البيزنس ما فيهوش صحوبيه وما فيهوش. هو ده مش نقد، ده حاجه صح على فكره. انا بقول لك مش حاجه غلط، عايز اكمل بس. ما فيهوش صحوبيه، ما فيهوش كده، قلت لي ايه؟ لا، في البيزنس فيه انسانيه. هات لي اي رجل اعمال قاعد على الشاشه دلوقتي وقول له قول له هتفضل انك تطبطب على حد، ولا ان البيزنس بتاعك يمشي وماليش دعوه انسانيات؟ اي رجل اعمال في العالم اكيد ليه، اكيد عمل حاجه انسانيه، اكيد في فرق. لا، ما هو انت ما تقولنيش كلام تاني. في فرق ما بين يعمل حاجه انسانيه، وفي فرق ما بين اجي على منظومه شغلي. لا، انا ما حدش قال لك منظومه الشغل. انا بقول لك النادي الاهلي بيشتغلها باحترافيه كويسه. ما هو انت قلت الاول قبل احترافيه تبدي مصلحه اللعيب مره عن مصلحه النادي. انا ما قلتكش اعملها على طول. يعني انا بس هسالك سؤال، كل الناس اللي طلعت احترفت من النادي الاهلي كل دول كانوا جايين عليهم؟ لا، يعني مش النادي الاهلي طلع ناس كتير. مش قادره تفهمي وجهه نظري. والله انا فاهمتها، بس بحاول اوصل لك تفهمي وجهه نظري. انا بقول لك في وقت من الاوقات النادي الاهلي عاملها باحترافيه، اللي انت على طول واخد باصص لمصلحه النادي فوق كل اعتبار عن مصلحه اللعيب. ولكن في اوقات بتبقى انت كلعيب محتاج من النادي بتاعك او النادي الاهلي مثلا، اما تيجي مثلا تحترف، اما تيجي تروح لنادي معين، اما تروح ما تروح يتنازلوا شويه عن 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 حاجه بتاعه النادي عشان اللعيب ده يمشي او يروح، او مبلغ قليل او الكلام ده. يعني اللي انا اعرفه عامه حتى في اي حاجه في العالم، ان دايما الناس بيبقى او العاملين بمكان لازم نجاح المنظومه اولا، ثم ثانيا الموظف. ده اللي انا اعرفه يعني بحكم شغلي بره الاعلام. مش في فرق كتير مثلا في العالم بعد مثلا لما لعيب بيلعب مثلا 8 9 سنين 10 سنين التكريم بتاعه ماشي فري، مثلا ماشي فري من غير ما يدفع ولا جنيه، وبيروح هو ياخد العقد بتاعه في انديه ثانيه وبتاع، يعني في اوروبا، اللي هي اوروبا عادي بتحصل. كل واحد وسيستم بتاعه. يعني الله، اوروبا سيستم ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ سيستم مصر ولا سيستم اوروبا؟ لا انا سيستم اوروبا طبعا. انت انا برضو ما عملتش مقارنه، برضو لا انا بقول لك في اوقات، اهو بقول لك الانديه الكبيره اللي هي الطب في العالم الكبيره جدا، من اللعيب مثلا بيلعب له 10 سنين فيها، فما بيجي خلاص يمشي. ما انت سبت الاهلي ورحت بانديه بره مصر. ايوه انا بقول لك انا مش زعلان، انا برد على كلامك. بقول لك انت بتقولي على طول المنظومه وبعد كده اللعيب، قلت لك في اوقات اللعيب ما بيكسبوش منه حاجه، بيمشوه فيه عشان ما قلتش على اللعيب، قلت على اي حاجه في الدنيا بيبقى الناس او صاحب او اصحاب المكان اصحاب المنظومه بيبقى همهم المنظومه تكبر، ثم بعد كده احنا كلنا بنبقى مجموعه واحده، وهي لعبه جماعيه. طبيعي. بس ما كانوش لعبوها. انا على فكره ما قلتلكيش هو غلط، انا بقول لك في اوقات، في وقت من الاوقات انا حصل معايا كذا في نادي الزمالك، فبقول لك عشان كده انا الموقف ده حصل معايا هنا والموقف ده حصل معايا هنا، فبقول لك ده الفرق بينهم. طيب هخلي الخبر ده في الاخر. طيب قلت الاهلي لا يحتاج لمهاجم، ومحمد صلاح لن يفيد برشلونه وريال مدريد، وعليه التخلص من افكاره. ده حقد على محمد صلاح؟ انا قلت الكلام ده؟ من اخبارك. لا يعني ما حصل دي. قلت محمد صلاح لن يفيد برشلونه وريال مدريد، وعليه التخلص من افكاره. ايه اللي هي افكاره ايه؟ لا ما اقولش افكاره دي خالص، عمري ما قلتها. يعني خبر على تويتر عندنا دي؟ لا دي لا. على ويب سايت اخبارك. عمري ما قلتها. بطولات. لا. خبر غير صحيح؟ طيب نخش على اللي بعده. طيب انت قلت احمد مجدي يفتح النار على امام عاشور. امام عاشور ضرب وليد سليمان. لا هو لعيب برضه في الاخر سن صغير، وليد سليمان لعيب كبير ولعيب ليه اسمه وليه تاريخ، فما كانش ينفع اللي يحصل اللي حصل ده. يعني المفروض ان امام يبقى يحترم وليد اكتر من كده، وما يحصلش الكلام ده معاه. يعني لعيب صغير ولازم يتعلم بس. انت مش متخيل الناس عماله تقول لك ايه، بس احنا هنا حق الرد للجمهور، للحكم للجمهور. فالناس بتقول لك اسال هاني العجيزي ومعتز اينو. انا هقول لك كل الاسئله. وبيقول لك سؤال تاني من اشرف، بيقول لك مبادئ النادي الاهلي قبل صالح سليم عدم التدخل في القرارات الفنيه للمدرب. انا ما قلتش، انا قلت لك حد اتدخل فيه؟
تكنولوجيكال بقول لك الراجل طور وما بقى. انا قلت الحته بتاعت حسام عاشور مش اكتر ولا اقل، لكن كل القرارات ده طبيعي جدا. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي ده رايي الشخصي. كانت بقرار مين حسام عاشور؟ بايلر طبعا. طيب ما هو ده اصدر الولد. ماشي، ما انا بقول لك، انا مش كل حاجه النادي او المدير الفني يقولها سواء صح او غلط مش لازم في وقت ازاي امال المدير الفني ده مكانه ليه موجود يعمل ايه؟ انا بقول لك مش لازم تقف في حاجات معينه، في ناس لعيبه معينه لازم تقف قدامهم. يعني انا مثلا لو انا انا هحسبها ايه من ناحيه ناس تانية، لو انا مثلا فاتحه مكان وعماله ادفع اجيب مثلا بضاعه معينه والبضاعه دي مركونه، فانا بدفع كل سنه عليها مثلا فلوس والبضاعه دي ما بتتباعش مثلا مثلا بقول فرضا يعني من ناحيه اخرى بعيده عن موضوع الكوره، طب انا هشتري البضاعه دي ليه؟ او خايف البضاعه دي ليه؟ او هفضل ادفع عليها فلوس كل سنه ليه وهي موجوده ما ببيعهاش؟ لا انت بتحطيها في بضاعه، انت بقول لك لو انت عندك انت بتشغل، انا بقول لك هو انت لو انت شغاله في مكان او انت عندك مكان وعندك واحد بقاله 30 سنه شغال في المكان ده، تيجي تقول له اطلع بره يلا مش عاوزك؟ ولا هتتعامل معاه؟ حتى لو مدير فني، لو مدير مثلا جاي جديد هيقول لك، هيقول لك انا عاوز امشيه، هتقفي تتكلمي معاه ولا تقول له يلا مشي؟ ايوه انت بتحسبها من ناحيه ايه؟ الشفقه مثلا؟ لا مش شفقه. اديله مرتب شفقه؟ لعيب ليه تاريخ؟ لا هو طب معلش مع احترامك صالح جمعه بيعمل في النادي الاهلي مثلا يعني. صالح جمعه ايه اللي بيعمله في النادي الاهلي؟ طب انت ليه بتحمي حسام عاشور؟ انا حسام عشان اعرف حسام عاشور قد عمل ايه للنادي الاهلي، وعمره في حياته مثلا اما جه جدد في النادي الاهلي عمره ما طلب جنيه ولا كلام، وعلى طول ساكت وعلى طول بيشتغل. لا عنده وقدر يوصل رسالته يعني. قدر يوصل رسالته كويس قوي، وهو لعيب معروف وعارف يوصل الرساله امتى. لكن انا حاسه انا بحب حسام عاشور، ان انت واخد الموضوع. بص يا مايا اقول لك على حاجه صغيره، بس اقول لك حاجه اكستريملي قوي، اقول لك على حاجه صغيره، ده في الاخر وجهه نظري الشخصيه على الناس يعني. بس انت متشائم قوي في وجهه نظرك. انا اتكلمت على حد غير حسام عاشور؟ هجيب لك دلوقتي. لا انا بقول لك اتكلمت على حد وتمسكت قوي بكلامي على حسام عاشور. حسام عاشور انا عارفه، انا عارف حسام عاشور كويس جدا وعارفه من واحنا صغيرين، فدي وجهه نظر شخصيه. اللي حد عاوز احترمها انا، بس انا مش عاوز احترمها، حاجه ترجع له هو. دي وجهه نظر انا الشخصيه بس. هم يردوا عليك، هم هيردوا على يرد. مفيش مشكلة. على الكلام ده كويس. انا مش على فكره، انا برضو عشان الفكره برضو عشان اقول لك برضو على حاجه بس معينه، انا رايي ده من ساعه ما حسام عاشور حصل في الموضوع ده وطلعت في برامج قبل كده يعني بعد موضوع حسام عاشور وقلت نفس الكلام. انا اصلا ما بتكلمش في موضوع احمد فتحي وحسام عاشور، لان خلاص بقى لنا قد ايه. لا انا بقول لك من فتره اول لما حصل، كل كلامي واضح في موضوع حسام عاشور، ما فيهوش غير يعني. مش بعد ما حصل اشمعنى مواضيع الاهلي؟ انا ما شفتكش فتحت ولا موضوع على نادي الزمالك ولا اسماعيلي ولا بره مصر ولا يعني. اشمعنى مصر طول بيكتب بره مصر؟ هو فعلا بيعملها غير بره مصر عامه يعني في الكوره عامه؟ ما هو الكلام دوت مش انت مش كاتبه امبارح ولا كاتبه من شهر. في الكلام ده بقاله شهور. فانا لا مش شايف في انتقادات كتيره في فريق الزمالك من فتره وفترات كتيره، بنتقد الفريق في اداءه او الكلام ده كله عادي جدا. اي مشاكل الناس عامه الجمهور ما بيعديش كلمه، فهو قاعد يعد معانا. طيب قلت مجزرة بورسعيد مدبرة بشكل متقن. انا كنت في الملعب يعني، انا كنت في ملعب الماتش ده بعد ما المباراة انتهت. موضوع يعني الهرج اللي حصل والناس نزلت للجمهور والكلام ده كله، والامن كان واقف بيتفرج، ما دي مشكلة يعني. الامن كان بيتفرج، ما كانش حد بيعمل حاجة يعني. في ناس بتشاف يعني، كان قدام احمد فتحي كان بياخد بندقية من ضابط او من عسكري قدامي، الناس بتضربه وبتضرب شيف اكرامي ومفيش حد بيعمل اي حاجة. فحاجه بالنسبه لي غريبه جدا، ان انت على الاقل جمهور نازل وانت معاك مسدسات ومعاك حاجات، وحتى ما عملتش كوردون. كان قبلها ماتش المحله والاهلي حصل برضو الموضوع ده، والجمهور نزل وعمل كوردون حوالين لعيبه النادي الاهلي لغايه ما الموضوع انتهى. فحصل المشكله بتاعت بورسعيد دي، لا مشكله كانت يعني، محدش كان بيتحرك، كان كله واقف، كل الناس في الملعب واقفه ما بتعملش اي حاجه. فعشان كده قلت كده. طيب قلت لعيبه المنتخب المصري لا يملكون مؤهلات البطولات. على تويتر؟ على تويتر؟ لا ده في حوار ليك. لا حوار في فيتو سمعته كله. من قد ايه؟ ما بس هتقولي بقى لما اقول لك قد ايه عشان اقول لك انهي بتتكلم في انهي حاجه. هقول لك حالا. 2015؟ طب 2015 ده من ايام فتره كبيره جدا يعني، بقى لها 5 سنين الكلام ده. ايوه 5 سنين. الجيل ساعتها كان لسه بيطلع، كان لسه جديد، جيل بيطلع جديد، ما كانش فعلا يملك البطولات. كان لسه يعني جيل ابو تريكه بيبطل، والجيل اللي هو الكبير كان بيبطل، وكان لسه جيل صغير طالع. فطبيعي ان هم ما كانش في اي مش مؤهلين طبعا للبطولات. مفيش منتخب بيطلع جديد ويتاهل ويبقى مؤهل لبطولات. بص فرنسا، بص المنتخبات كلها اللي كانت موجوده. طيب انت قلت الحظ لعب دورا في تاخير مسيرتي. يعني ازاي الحظ هيلعب في ان هو ياخر لك مسيرتك؟ بصي مش تاخير مسيرتي، انا لعبت وانا صغير قوي. وانا صغير عندي 16 سنه.
فلما مثلا ما تيجي تتكلمي مثلا وانا عندي 30 سنه الناس فاكراني عندي 35 سنه او 36 سنه، احنا كبار في السن، لكن احنا للاسف انا لغايه انا دلوقتي عندي 33 سنه فمبطل وانا عندي مثلا حوالي 29 سنه 30 سنه بس. طيب انت قلت انا بحب احمد فتحي جدا على المستوى العملي وانه مخلص جدا لشغله، الزمالك لازم يتعاقد مع احمد فتحي مش بس فنيا، وهيكون عقليه فارقه مع الفريق وهيكون مفيد جدا على كل الاصعدة. دي حقيقه، احمد فتحي لعيب كبير جدا ولعيب جوكر واللعيبه اللي هي واخده على البطولات واخده اللي هي على المنافسه على طول باستمرار ولعيب دولي هيأثر جدا جدا في اوضه اللبس بتاعت نادي الزمالك، والمكان ده كمان احنا يعني الزمالك محتاج. حازم هو الوحيد الموجود بعد ما حمدي نقاز مشي، فاحمد فتحي كان كنت شايفه كان خيار مهم جدا لنادي الزمالك. قلت كمان على انا هسيبك تقول انت قلت ايه على انتخابات اتحاد الكوره. بصي انتخابات اتحاد الكوره والله انا يعني مش بتابع كتير قوي يعني كل فتره بفتح التلفزيون واتفرج. ففي برامج بتبقى موجودين فيها اعضاء اللي هم الجمعيه العموميه وبيتكلموا في مشاكل اتحاد الكوره اللي موجود دلوقتي والمفروض اللي يحصل والكلام ده كله. طب يا جماعه انتوا الكلام ده يعني واضح قوي وصريح قوي، طب انت ما كنتش بتتكلموا الكلام ده والاتحاد الكوره القديم موجود ليه؟ انا شايف من وجهه نظري ان اللجنه الخماسيه اللي موجوده عامله شغل كويس جدا جدا جدا، وما ينفعش نطلع ننتقدها في التلفزيون بالطريقه دي. الناس زعلانة. مش مشكلة، أنا ده في الآخر وجهة نظر شخصية. مش مشكلة؟ أنا وجهة نظر شخصية، أنا هتحترم زي ما أنت وجهة نظر لازم أحترمها. طب أنت عارف السؤال اللي جاي لك إيه؟ قولي. أنت عارف فين رئاسة قطاع الناشئي بتاعت الأهلي؟ بيقول لك حد بعت لك بيقول لك أنت تعرف فين مكان رئاسة قطاع ناشئين الأهلي؟ يعني إيه مش فاهم؟ يعني إيه فين؟ فين مكانها يعني؟ في النادي الأهلي في مدينة نصر. ماشي. وكابتن فتحي مبروك اللي ماسك. هو كده هو كده مبروك اللي ماسك، هو كده خد اللي عايزه، برافو. هو كده خد اللي عايزه. طيب انت قلت كمان الواحد بقى يكره الكره المصريه بكل قرفها على تويتر. كملي. طب الباقي يعني بعد الانتخابات واللي بتشوفه في التلفزيون. ايوه، عشان انا بقول لك انا ما ينفعش مثلا واحد بتاع جمعيه عموميه طالع يتكلم يقول لك لو اتحاد الكره لو مش عارف ما خدوش اجراءات ايه او ما كلموش معانا احنا كجمعيه عموميه نبدا نتكلم احنا وناخد قرارات. طب واتحاد الكره ده ايه يعني؟ مش فاهم بتوع ايه يعني؟ الناس دي قاعده بتعمل ايه في مكانها يعني؟ يعني ايه تاخد قرارات واتحاد الكره موجود؟ ليه ما قلتش الكلام ده واتحاد الكره القديم موجود؟ انا بقول زي ما اقول لك كده، انا شايف اللجنه الخماسيه عملت حاجات كبيره جدا في الكره المصريه في وقت قليل جدا جدا. كفايه الفار ده. الفار ده في اتحاد الكره القديم كنا قعدنا 20 سنه قبل ما دخل، فكفايه مثلا موضوع الفار. عندهم اخطاء ده طبيعي جدا، لكن ما تطلعش تنتقدهم بالطريقه دي. جمعيه عموميه موجوده وتطلع في التلفزيون تنتقد اللجنه الخماسيه. في حاجات كتير قوي بتحصل غلط في الكره المصريه، عشان كده الواحد يعني في حاجات ما ينفعش تحصل اصلا، يعني في حاجات لا بتحصل وبتحصل قدام يعني مرأى الناس كلها ومفيش حد بيتكلم فيها خالص. طيب قلت مش معنى انك لعبت كره قدم تبقى خبير، للاسف في مصر بتتحسب كده. مين؟ قصدك مين؟ لا في ناس كتيره كده، يعني في ناس كتيره ما بتلعب كوره بحس ان الموضوع حكر عليهم. هي زي مين؟ زي مين؟ انا مش فاكر. دي تويتر من قد ايه؟ دي لسه من اسبوعين. والله انا قلت كده في التويتر، مش فاكر التويتر دي. قلت ايه تاني؟ معلش تاني. عارفه امتى؟ قولي. قلت مش معنى انك لعبت كوره قدم تبقى خبير، للاسف في مصر بتتحسب كده. بس كده والله ما فاكرها، بس مش اكيد اكيد كان موقف حصل يعني. بس عامة انا مش يعني مهما لعبت او انت لعبت كورة مش معنى ان انت لعبت كورة يبقى انت كل يبقى الموضوع حكر عليك انت. في ناس كتير جدا. انا شايفك طبقي. بس انا مش فاكر انا شايفك طبقي، مش عاجبك اللعيبة، مش عاجبك الكورة، بتنتقد براحتك، مش همك رأي الجمهور. قلت حاجة كمان، قلت اتكلمت عن التعليم وعن المستوى الثقافة، مع ان انت عارف ان جمهور الكورة كله اللي بيتابع لا دي لعبة شعبية، يعني بيتابعها اللي فوق واللي تحت، فلازم اقدر اللي تحت قبل اللي فوق. مفيش مشكله، انا غلطت في حاجه. ارائك معناها ان انت طبقي يعني. قلت ايه؟ قلت اداري ايه ومسؤول ايه على الانديه، ولا دارس ولا واخد كورس، فاقل حاجه ازاي تتعامل مع مجموعه مختلفه، البيئه والتعليم والعقليه، وبعد كده تتعامل مع مش ده عن التدريب. وبعد كده تتعامل عمل فردي. مش معنى ده بقيت كده. اقول لك معنى كده ايه دلوقتي. مثلا في قطاعات الناشئين عادي جدا جدا تلاقي مدرب اصلا معهوش اصلا شهاده، ما خدش حتى الشهاده الاساسيه في مصر، حتى مش في اوروبا، في مصر ما خدهاش. بس هو ده بس. انا بقول لك، ما انا هكمل لك الكلام. سيبيني اكمل الكلام. ماشي اوكي. سيبيني اكمل الكلام. اوكي. ده مش واخد حاجه. حلو، مش واخد ولا شهاده ولا اي حاجه خالص، وبتمسكه في قطاع الناشئين او في البراعم.
اولا انت عشان تدرس او تبقى عارف انت تتعامل مع لعيبه بمعنى ايه اللعيبه دي، انت في قطاع الناشئين عامه بيجي لك من كل المناطق الموجوده في مصر. انا كنت ماسك في سموحه، كان جاي لي من منصوره وجاي لي مش عارف منين وجاي لي منين وجاي لي منين، وعندهم مشاكل، كل واحد عنده مشاكل مختلفه. هي دي الثقافه اللي انت تعرف تتعامل معاهم ازاي كلهم كمجموعه واحده، وتدخلهم في السيستم بتاعك انت، وكل واحد عنده مشاكل اللي هنا في البيت، واللي مش عارف معهوش حاجه ياكل، معهوش فلوس مثلا ياكل، معهوش لا مش معلش عشان انا توتم انا مش فاهم الحته دي. ده المقصود، ده المقصود بمعنى ان انت كنت بتنتقد الناس، يعني مش فاهم المديرين ان هم اللي ما عندهمش ولاء للانديه، وما تعرفش ازاي تتعامل معاهم كمدير كوره وانت معكش تعليم وثقافه وعقليه، وبعد كده تتعامل ايوه ما هو بالك انا بكلمك في عامه في الناس اللي بتمسك في الكوره. ناس بتمسك في الكوره. انا مثلا جيت مثلا انا امسك مدير فني النهارده، معيش شهاده اصلا، معيش حاجه، ما ولا شفت ولا درست ولا شفت حاجه ولا الكلام ده. طب ما ثواني، ما في لعيبه كتير ما لسه بيكملوا تعليمهم واللي لسه ما كمل ايه اللعبه لا ما كانش على تعليم الدراسه. انا لا ما كانش على تعليم الدراسه، تعليم الكوره، تعليم الفن اللي هو الشغل، التدريب والكلام ده كله، والادارات والكلام ده كله. انت بتيجي تبص مثلا في ناس بتطلع تاخد كورسات بره، فضل مثلا يا كابتن انت بره. قلت التويته قلت البيئه والتعليم والعقليه. أيوة البيئه اللي انت بتتعامل معاها، البيئه اللي انت بتتعامل معاها اللي انت لعيب، انت مثلا عندك 20 لاعب بتعرف تتعامل معاهم. مش كل الدنيا انا من وجهه نظري كده، انا درست وشفت، فبقول لك مش كل الناس درست زيك، وما كانش كل الناس عندها فرصه، لان دي اسمها مهاره، مهاره كره القدم. يعني انا ربنا اداني هبه من عنده في رجليا او في عقلي او في جسمانيا اني العب. الراجل اللي ماسكهم مش الناس اللي بتلعب، انت برضو مش عاوز تفهميني. ما هو يا كابتن انا بكلمك كتوتل الموضوع ده، اللي ماسك ده لازم يكون حتى درس في مصر. ما هو يا كابتن برضو انت مش عايز تفهم وجهه نظري. انا بتكلم على كمان مش بس مدير الكوره بس اللي بيبقى كده، كله. انا بتكلم على مدير فني ومدير كوره، كل الناس اللي انت بتتعامل مع لعيبه ازاي. انا جاي مثلا من بيئه، او انا مثلا انا شفت مثلا مي جاي مش من مش هيجيب لك مدير كوره فرنساوي بيتكلم فرنساوي يعني. حتى جدد من افكارك، كتب على النت، في اونلاين حاجات اونلاين بتخش، بس انت بتعممها. ايوه ما انا بقول لك عشان انا عارف مجال اكتر منك، انا عارف مجال اكتر منك. معاك جدا يعني كلهم مش متعلمين. انا برضو انت مش ما انت بتقولي انا عارف. انا سالتك سؤال وانت عايز تهاجم. بص يا مي، بص يا كابتن احمد، انا سالتك السؤال. التعليم الدراسي حاجه، ما هو انا قصدي على ده. لا انا ما بتكلمش على ده خالص. أيوة والله ما انا قصدي مش قصدي برضو على التعليم. انا خلصت حته التعليم مع اللعيبه والمدربين، انا بكلمك على الحته الثانيه. كل الناس كده، انا سالتك كل الناس كده بالنسبه لك كلهم مقروش، كلهم ما عرفوش، كلهم تاتر بقى. والحكم للجمهور هو الكلام على مسؤوليتك. ماشي برضه ما بتكلمش على الدراسه، انا بتكلم أنا على انا اتكلمت على النقطتين. بص يا بس بص انت يا طب بص يا مي، لما اجي انا مثلا مي هتشتغل في الاعلام. حلو. هل انت يا مي لو ما خدتيش حتى خدت الاعلام ودلوقتي اشتغلتي، مش هتطوري من نفسك جوه؟ اكيد طبعا. وشغاله؟ اكيد. وده ما بيحصلش بقى، ده اللي قصدي عليه، ما بيحصلش. ما فيش حتى لو انت ما عندكش الامكانيه انت تتعلم، اخش على اونلاين اي حاجه اونلاين جيبها، اقعد اقرا وشوف تدريبات جديده، شوف تتعامل ازاي مع لعيبه، حاجات اللي هي الكتب اللي هي تعرف تتعامل مع ازاي مع ناس مختلفه والكلام ده كله، دي حاجات اونلاين ممكن تخش. انا هسالك سؤال قبل ما اعيد لك التويته تاني. انت ايه اللي مستاء منه قوي كده؟ انا بشوف، انا بس مسكت في قطاعات ناشئين وشفت. ايه اللي كنت مستاء منه قوي كده من قطاع ناشئين الاهلي للهجوم ده؟ الاهلي انا ما جبتش. انا برجع بقى الاهلي الناشئين. لا الاهلي، لا الاهلي انا اتعلم فيه احسن تعليم. احسن تعليم واحسن مدربين كانوا موجودين. يعني انا تمرنت مع مين؟ كابتن بدر رجب، مع كابتن محمد وهبه، كابتن حماده المصري، كابتن محمود صالح، كابتن مجدي طلبه، كابتن علي عبد الرحمن. احسن مدربين واحسن وقت. الفترات الناشئين اللي انا كنت فيها كانت احسن اوقات ناشئين موجوده عامه في مصر. دلوقتي القطاع الناشئين لما تطلع لعيب موهوب يطلع فريق الاول، ده مش موجود دلوقتي. طيب اللي انا شايفاه برضو يا كابتن، وما اقدرش ان انا احكم عليك، ان انت يعني طيب انا هسالك سؤال تاني. انت قلت هنا لاعبي المنتخب المصري لا يملكون سوري ده دي احنا قلنا لاعبي الدوري بخلاف الاهلي والزمالك كومبارس في المنتخب. والله انا سمعتها بودني الحوار ده. كومبارس عمري ما اقول كومبارس. بصي انا الحوار من فيتو وفيديو، عمري ما اقول لها كومبارس. عمري في حياتي ما اقول كومبارس. ممكن اللعيب بين لعيبه الاهلي والزمالك اهم لعيب، لكن عمري في حياتي ما طلع كلمه كومبارس دي من بقي. طيب انت قلت برضو على النادي الاهلي يدير ملف التجديد باكبر خطا، وهو عدم التجديد لحسام عاشور. ده اللي احنا اتكلمنا فيه. ما انا بجيب لك بس التويت عشان ما ابقى لا انا واثق كويس قوي. عارف انا قلت ايه؟ انا جبته منين؟ من انهي لا انا عارف كويس موضوع حسام. انا عارف كويس قوي انا كاتب فيه ايه. تلاقيش يعني.
لا انا عارف عارف انا قصدي عارف انا بجيب على لسان انا عارف انا قلت موضوع حسام عاشور عشان كده اقول لك انا من اول دقيقه انا قلت ايه حسام عاشور. طيب انت مش سايب حد في حاله ليه؟ اوكي قلت اتاكدت ان في اعلاميين ممكن يقودوا الراي العام لصالح لاعب او يقعدوه في البيت، قصدك مين؟ بصي اعلاميين مثلا النادي الاهلي اللي هم مين؟ مثلا كابتن احمد شوبير مثلا اعلام النادي الاهلي هل من الطبيعي ان المفروض ان واحد زي حسام عاشور ده ما يطلعش في حلقه؟ بعد ما حصل الموضوع ده يطلع يتكلم ويفضفض للناس مثلا يتكلم زي مثلا ما بيطلع شريف اكرامي طلع قبليها. طب انت عارف انت عارف كواليس مثلا؟ يعني انت دلوقتي مثلا طيب انت قلت دلوقتي زي كابتن احمد شوبير اللي هو اعلام النادي الاهلي ثواني بس ثواني ماليش دعوه معرفش ماليش دعوه مش بتاعتي قلت صريحه كده كابتن شوبير انت تعرف كواليس يعني بناء على ايه قلت انه زي ما يستضيفوش افرض هو مش عاوز افرض النادي مثلا في اتفاق معاه انه ما يطلعش ما لسه شوف كرامي قبلها بيوم ولا بيومين نفرض لا لا بصي انا قصدي ايه بالموضوع ده انا كمذيع بس انا اقول لك قصدي ايه بالموضوع ده انا دلوقتي حسام عاشور مثلا خلاص النادي الاهلي عمل معاه قرار كذا 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 طبيعي ان حسام عاشور يطلع يتكلم يطلع يقول يطلع الناس يا جماعه حسام عاشور هو موجود لكن حسام عاشور يعني ما فيش اي حاجه عملها حسام عاشور النادي الاهلي خالص. طب ما انت شريف اكرامي كان طالع قبليها وفي لعيبه بتطلع في حسام غالي مثلا طلع قبل ما جاي بطل طلع في مع كابتن شوبير واتكلم وقال وقال وقال. طيب وقال انا هقف عند الحته دي عشان انا من الناس اللي بتكلم ضيوف فانا عارفه فانت بتحكم بانهي وجهه نظر ان هم يعني اديني بقى فرصتي. انت دلوقتي بتقول ان عاشور ازاي ما طلعش شريف اكرامي طلع يا سيدي هم حرين افرض هو مش عايز يطلع وهو فعلا قال كده انا مش هطلع ومش هبرر حاجه الا في الوقت المناسب بس في اعلاميين لما بيبقوا عاوزين يطلعوا اللعيبه هيطلعوه هيطلعوه غصب عنه هيطلعوه بقول لك هو هيطلعه. صرح وقال انا مش هطلع غير في الوقت المناسب لما يجي لي مزاج بالبلدي كده لما يجي لي مزاج اتكلم مع ابراهيم فايق في مكالمه تليفون خلاص هو بقى افرض ابراهيم فايق ليه دلاله عليه ايه المشكله؟ يا سبحان الله يعني كابتن شوبير مش هيبقى ليه ده على حسام عاشور طب يا سيدي هو حر ما هو انت برضو بتحكم بناء بدلا عن حسام عاشور ليه؟ وجهه نظر الشخصيه انا ما قلتش بدل حسام عاشور ولا غير حسام عاشور انا بقول لك وجهه نظر الشخصيه ايوه وانت متحامل على الموضوع ده ليه؟ مش فاهماك برضو انا ما حبيتش اللي حصل مع من النادي الاهلي عند حسام عاشور بغض النظر اللي حصل بقى انا بالنسبه لي الاهلي ليه حق ان هو ما يجددش حسام عاشور ولكن الطريقه زي ما قلت لك الطريقه هي اللي ما عجبتنيش بس مش اكتر ولا اقل لا انت دخلت في موضوع تاني بتاع الاعلاميين اللي ممكن يقعدوا في البيت لان ده اتهام صريح ممكن يقعدوا في البيت وممكن يشغلوا بيحبوا يلمعوا ناس بيطلعوهم عادي جدا زي مين بقى من اللعيبه بقى اللي هم اتلمعوا كل الاعلاميين اللي بيحب اللي ليه اصحابه وبتاع افرض النادي مثلا في اتفاق معاه انه ما يطلعش ما لسه شريف اكرامي قبلها بيوم ولا بيومين نفرض لا بصي انا قصدي ايه بالموضوع ده انا كمذيع بس انا اقول لك قصدي ايه بالموضوع ده انا دلوقتي حسام عاشور مثلا خلاص النادي الاهلي عمل معاه قرار كذا 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 طبيعي ان حسام عاشور يطلع يتكلم يطلع يقول يطلع الناس يا جماعه حسام عاشور هو موجود لكن حسام عاشور يعني ما فيش اي حاجه عملها حسام عاشور النادي الاهلي خالص. طب ما انت شريف اكرامي كان طالع قبليها وفي لعيبه بتطلع في حسام غالي مثلا طلع قبل ما جاي بطل طلع في مع كابتن شوبير واتكلم وقال 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 طيب وقال انا هقف عند الحته دي عشان انا من الناس اللي بتكلم ضيوف فانا عارفه فانت بتحكم بانهي وجهه نظر ان هم يعني اديني بقى فرصتي انت دلوقتي بتقول ان عاشور ازاي ما طلعش شريف اكرامي طلع يا سيدي هم حرين افرض هو مش عايز يطلع وهو فعلا قال كده انا مش هطلع ومش هبرر حاجه الا في الوقت المناسب بس في اعلاميين لما بيبقوا عاوزين يطلعوا اللعيبه هيطلعوه غصب عنه هيطلعوه بقول لك هو هيطلعه. صرح وقال انا مش هطلع غير في الوقت لما بيبقوا عاوزين يطلعوا اللعيبه هيطلعوه غصب عنه هيطلعوه بقول لك هو هيطلعه. صرح وقال انا مش هطلع غير في الوقت المناسب لما يجي لي مزاج بالبلدي كده لما يجي لي مزاج اتكلم في مكالمه تليفون خلاص هو بقى افرض ابراهيم فايق ليه دلاله عليه ايه المشكله؟ سبحان الله يعني كابتن شوبير مش هيبقى ليه ده على حسام عاشور طب يا سيدي هو حر ما هو انت برضو بتحكم بناء بدلا عن حسام عاشور ليه؟ وجهه نظر الشخصيه انا ما قلتش بدل حسام عاشور ولا غير حسام عاشور انا بقول لك وجهه نظر الشخصيه ايوه وانت متحامل على الموضوع ده ليه؟ مش فاهماك برضو انا ما حبيتش اللي حصل مع من النادي الاهلي عند حسام عاشور بغض النظر اللي حصل بقى انا بالنسبه لي الاهلي ليه حق ان هو ما يجددش حسام عاشور ولكن الطريقه زي ما قلت لك الطريقه هي اللي ما عجبتنيش بس مش اكتر ولا اقل لا انت دخلت في موضوع تاني بتاع الاعلاميين اللي ممكن يقعدوا في البيت لان ده اتهام صريح ممكن يقعدوا في البيت وممكن يشغلوا بيحبوا يلمعوا ناس بيطلعوهم عادي جدا زي مين بقى من اللعيبه بقى اللي هم اتلمعوا كل الاعلاميين اللي بيحب اللي ليه اصحابه وبتاع والكلام ده كله بيحب يلمع لعيبه ده اتهام خطير يا كابتن احمد وانت مش معانا في الدنيا لا انا مش معاكم بصراحه انا هنا دلوقتي في الحكم لا انت مش معانا انت ممكن مش عارفه المجال كويس لا والله لا عارفاه بس لا مش عارفاه والله صدقيني لو خلاص يبقى انت حر في وجهه نظرك انا شايفه الدنيا وردي انا بقيت 30 سنه او 20 سنه في المجال ده وعارف كويس قوي اللي بيحصل جوه المجال ده
يمكن انت يا كابتن مش محبوب. لا الحمد لله جدا مثلا من الاعلاميين مثلا مثلا. لا عشان انا ما بصاحبش حد، بس هو ده الموضوع. ليش يعني مش ممكن يكون يمكن انت مش على طول باستمرار بنتكلم وبنخرج او يمكن انت مش موجود على الساحه فعشان كده مثلا ما حدش كلمك قالك تعالى مثلا. لا انا بطلع في كل البرامج. طيب انا عندي سؤال تاني، هرجع بس لحته المدربين. الناس مستاءة وبتقول لك 90% من المدربين حاصلين على شهادات وكورسات، ودول زمايلك يا كابتن. ده راي الحكم اللي هم الجمهور. وانا قلت اسامي هو انت بتتكلم حضرتك لما بتقول كده في الاول ليه بتتكلم في الاول؟ انا ما بتكلمش على في الاول. لا انا ما بتكلمش على انا ولا قلت فريق. بص مين اللي قدامي ايه؟ انا ولا قلت فريق اول ولا قلت فريق تاني. وكلمه مدرب معناها انها زميلك، لان حضرتك مين يعرف قطاعات الناشئين؟ الناس اللي بتتكلم هو انت ده كله انت بتوجهيه على النادي الاهلي؟ لا انا ما بتكلمش على النادي الاهلي، انا ما قلتش نادي اهلي برده انا بتكلم في قطاعات الناشئين. مين اللي يعرف قطاعات الناشئين؟ يا كابتن احمد برده بتقاولني كلام، ما قلتش ولا قلت فريق اول ولا قلت اهلي. ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك مين اللي هيعرف قطاعات الناشئين اللي موجوده في مصر؟ طيب من الجمهور. بص هقول لك اهو قدام الكاميرا، لو عادوا الحته دي هيقول لك ايه. انا كنت بقول ايه، ان دول زمايلك يا كابتن و90% منهم حاصلين على شهادات واخدين كورسات، فالناس مستاءة. ازاي تقول كده على زمايلك؟ لان 90% منهم معاهم شهادات واخدين كورسات بس، ولا قلت فريق اول ولا قلت اهلي. مين اللي يعرف قطاعات الناشئين اللي موجوده في مصر غير الناس اشتغلت فيها؟ بس ادي كل الموضوع، مش الجمهور اللي يعرفها. انت عملت ايه يا جدع؟ مش الجمهور اللي يعرفها. انت هو مش كابتن مصطفى يونس. هو مش الجمهور ده ممكن يبقى ابوه مدرب، اخوه مدرب، اخته، عمه. يا ستي مش كابتن مصطفى يونس اللي هو من اكبر الناس الموجوده في تاريخ مصر في المكان. قبل ما نيجي لمصطفى يونس في النادي الاهلي طلع قال اللي بيحصل كذا 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 كذا، ده مش موجود في النادي الاهلي بس، موجود في كل القطاعات الناشئين. انا بس قبل ما ارد عليك في الحته دي، الجمهور اللي حضرتك بتقول عليه ما يعرفش ده، الجمهور ده مش انا ممكن يبقى اخويا مدرب، اخوها مدرب، ابوها، عمها. كل الجمهور يعرف القطاعات. انا بقول لك كل الجمهور يعرف قطاعات الناشئين. جمهور الكوره واعي جدا. يا انا بتكلم جوه قطاعات الناشئين. ما هو انا رديت إيه عليك يا كابتن، عمال اجيبك يمين تجيب لي. انا بقول لك انا عارف بيحصل ايه جوه قطاعات الناشئين. ما هو انا بقول لك حاجه بس عشان ايه؟ عشان انت مش عايز تاخد بالك منها. انا بقول لك سامعك والله مركز. ايوه مجد. انت بقول لك ان ممكن اللي قاعد بيتفرج علينا اخوه يبقى مدرب من اللي انت اتكلمت عليهم. اتكلمت عن مين؟ الكلام واصل لهم يعني. انا اتكلمت عن مين؟ انا بقول لك اللي بيحصل في قطاعات الناشئين، وهاتي اي مدربين قطاعات ناشئين بعد كده. ما تفرجنيش في الموضوع. انا بقول لك بعد ما انا امشي كلمي حد في قطاعات الناشئين. انا برد على حته ان الجمهور هيعرف منين، فانا بقول لك الجمهور اللي قاعد بيتفرج ده، انت تعرف منين ان بيته ده ما فيهوش مدرب؟ انا بقول لك 90%، ما قلتكش كل الناس. انا بقول لك في ناس دارسه وفي ناس واخده شهادات كتيره جدا. هم اللي قالوا 90%، مش انت. الجمهور هو اللي بعت لي قال لي 90%. لا انا بقول لك في 90% مش هتلاقي في ناس مش واخده حاجه ومش دارسه حاجه ولا عارفه حاجه عن المواضيع، وبخش تشتغل عشان يعرف حد من جوه بس ولا اكتر. طيب انا عايزه اكمل بقيه التويته دي عشان انا اختم بقى، عشان كده خلاص احنا وقتنا خلاص. تخيل لاعب بقيمه حسام عاشور برضو تاني، ما حدش يطلع يتكلم عليه ولا حد بيدخله. مين ده؟ احنا هرينا المواضيع. حسام عاشور، احمد فتحي، حسام عاشور، احمد فتحي، حسام عاشور، احمد. مين اللي قالك ما تكلمش عليه؟ الكلام عن الموضوع حاجه، وان الكلام عبد الله سعيد عشان ما نسيبش بقى. انا كتبت تويته، كتبت تويته على موضوع حسام عاشور. جمهور الاهلي اكن حسام عاشور ده ما عملش حاجه خالص، ده الناس دخلت ردت انا صدمت. انا صدمت يا جماعه، ما حدش خالص افتكر حاجه لحسام عاشور. مين اللي ما فتحش الناس؟ اسمعني بس، انا كتبت تويته كل رد قرارات الناس ايه؟ دي مصلحه النادي الاهلي، وان خلاص حسام عاشور ما بيلعبش، وحسام عاشور مش عارف ايه، ويمشي احسن له ويبطل وبطل وبقى فتره بطل. بتقولوا لراي الجمهور؟ الجمهور اللي مش بيجيب مش فاهمين. انا بتكلم على جمهور النادي الاهلي. هل حسام عاشور في ال 20 سنه اللي قعدهم في النادي الاهلي وخد بطولات والكلام ده كله، ما الناس يعني ما فيش فاكره اي حاجه خالص؟ ما فيش اي تعاطف مع حسام عاشور؟ ده استغربت له جدا، تعاطف حتى مع حسام عاشور من الناس حتى من الجمهور. انت شايف زي لعيبه ثانيه اللي هم مين اللعيبه الثانيه؟ زي اكرامي. انت قلت اكرامي، اوكي، يمكن عشان محترم ومالوش في قعده الكافيهات والبيوت وبيشتغل، بس هي دي كره القدم. انت لست محامي حسام عاشور. انا بتكلم من وجهه نظر الشخصيه برضه. تتكلم على الكل، كل الناس بتكلم على وجهه نظر الشخصيه. حسام عاشور انا بتكلم على حسام عاشور عشان ده حسام عاشور انا اعرفه كويس وصاحبي، واعرفه كويس جدا جدا، واستغربت الطريقه اللي مشي بيها، بس مش اكتر ولا اقل. لكن وانا احمد فتحي لما طلعت اتكلمت في محمد فتحي، اتكلمت على محمد انا فتحي. مضطره ان انا اختم لان في برامج بعديه، فنورتني يا كابتن احمد مجدي والحكم للجمهور. مشاهدينا حق ايراد مكفول لاي حد، لان الحكم للجمهور. استنونا بقى في رمضان هقول لكم المواعيد على تويتر. كنت معاكم مي حلمي.